برنامج التاريخ الشفوي للنكبة الفلسطينية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج التاريخ الشفوي للنكبة الفلسطينية. نحن اليوم في بيت السيد أبو نقولة. اليوم هو الاثنين 22 من تشرين 2 عام 2004. نجري هذا اللقاء في منزله الكائن في جبل الأشرفية في عمان. وهذا المشروع يهدف إلى تدوين وتوثيق الذاكرة الفلسطينية والجهات المسؤولة عنه تحالف العودة في أمريكا وفلسطين في الذاكرة palestinerememberd.com. يجري هذه المقابلة وأعد لها فواز سلامة ويخرجها السيد غازي اللحام. أسئلة هذه المقابلة تقسم إلى قسمين. القسم الأول يهدف لتكوين صورة عن الحالة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية قبل النكبة، أما القسم الثاني فيهدف لنقل صورة عن معاناة اللاجئين الفلسطينيين خلال النكبة وفي مخيمات اللجوء. القسم الأول، سيد أبو نقولة، ممكن تعرفنا باسمك الكامل؟ اسمي داود نقولة داود الحبش. نعم. من مواليد الرملة سنة 1929. تحكي لنا عن اسم والدك الكامل. اسم والدي الكامل نقولة داود الحبش. نعم. اسم والدتك؟ والدتي حنة عيسى الحبش. سيد أبو نقولة، هل توافق على إجراء هذه المقابلة بإرادتك الكاملة وأن تشارك بمعلومات كما تسعفك الذاكرة؟ نعم. بعلمك الرملة ليش سموها بهذا الاسم؟ والله ما بقدر أعطيك يعني من عندي، بجوز فيه أشطر مني وإشي، بس أنا بعرف اسمها حتى الرملة البيضاء بيقولوا لها. نعم. أما ليش تسمت الرملة بالضبط؟ إلا في إشي. نعم. لو بدنا نحكي عن المدينة، مدينة الرملة، بدون القرى اللي تابعة للرملة، فيك تعطيني رقم تقريبي عن عدد سكانها عند النكبة بال 48؟ قبل النكبة. نعم. شوف عدد السكان الأصليين كتار أم أعطيك؟ لا، أما خلال النكبة لما طلعنا كل جميع القرى، يافا، الضواحي، الدنيا كانت آخر طلعة من الرملة. نعم. لأنه كانوا موجودين بالرملة، سرفند، السفرية، العباسية. رح نحكي بالتفصيل لما نوصل للأسئلة اللي بتتعلق بالنكبة إن شاء الله. تحكي لي عن الرملة كيف كانت؟ كانت على جبل، على ساحل؟ لا، هي مش جبل، يعني ساحل. كان فيها مرتفعات؟ لا، ما فيش عندنا كان مرتفعات، ساحل. سيافة تقريبا، يافا كان فيها، بس احنا ساحل. ساحل يعني كل هالارض منبسطة تماما، منبسطة. يعني ما فيش والله طلوع. حتى لا، بل احنا اعلى من اللد بشوية، والرملة ابرد من اللد. نعم. طيب ايش في اسماء قرى قريبة، قرى قريبة جدا من الرملة، من الرملة المدينة؟ بدك من الشمال ومن الجنوب، يعني زي ما تقول. واحنا لما بدنا نروح على يافا اول ما بنطلع نيجي على سرفند الخراب، في سرفند العمار، بعدين بتيجي يزور، بعدين بتيجي السفرية. نعم. شايف كيف؟ بعدين بتيجي شايف احنا خشين يافا، في يعني كذا قرى. طيب في كان مستعمرات في قريبة جدا من الرملة؟ عندنا كانت مستعمرة بالرملة هي اسمها جيزر. جيزر؟ جيزر. جيزر كم بعيدة عن 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 قلب الرملة؟ مش بعيدة، ابو كيلو، كيلو ونص. كيلو، كيلو ونص. قريبة ابو شوشة هي. شايف كيف؟ اما كانت هي صغيرة ما فيهاش حدا، بس مستعمرة كبيرة كبانية كانت في اللد، هي بيت شمن. بيت شمن؟ بيت شمن. هاي مستعمرة كانت كبيرة وقديمة. نعم. المستعمرة اللي كانت قريبة منكم، الجيزر، كيف كانت العلاقات بينكم وبينهم؟ احنا ما كانت، كانت حتى مش معها، يعني كانت علاقاتنا بالاول قبل ما يعني يشوكونا احنا واليهود عادي، يعني ما عندناش، بس علاقاتنا بيافا، بتل ابيب. لا، بقصد احنا لو حكينا عن المستعمرة ما كنا نشتغل معهم ولا يشتغلوا معنا. بحالهم. جماعة مزارعين وكل اشي زي ما تقول، هذه جيزر. جيزر. بس تعون اللد غير، بيختلفوا لان مستعمرة قوية هذيك. نعم. بس المستعمرة هاي ما كان
ما كان بسطية عايشين بحالهم وكل إشي ما نعم. إن فيهم ولهم إن فينا ولا كان يعني ما كنتوا تتعاونوا مع بعض تتبادل تبادل تجاري مثلا تبيعولهم يبيعولكم ما لحقش يعني أتبادل أما هم من إذا قبلنا نار. طيب نرجع للرملة ولقلب الرملة فيها شوارع رئيسية معبدة. إحنا الرملة شارع استراتيجي للقدس ويافا وحيفا الممر منها يعني اللي بده يطلع من يافا بده يروح على القدس إلى يوم نوصل الرملة بديوص إلا من نص سنتر الرملة. إحنا الخط الاستراتيجي الرملة نعم. اللي بيوصل القدس ويافا وحيفا نعم. هذا من زمان هذا يعني ما في قافلة أو دنيا بدها تمرق تمون اليهود كلها بالقدس إلا تمرق من وسط الرملة. طيب هذا الشارع كان الرئيسي الرئيسي كان ضخم طبعا شارع رئيسي ضخم هذا أيام بريطانيا مسوى على أيام بريطانيا طبعا قدي كان عرضه كيف؟ يعني عريض كثير في جزيرة وسطية مثلا عريض وكويس يعني كان منظم من أيام الانتداب انا اللي بعرف اما قبل ما تعطيني فكره بس قديش عرضه هذا الشارع يعني هذا الشارع اللي بده يختلف عريض هو مش صيدين صيد واحد صيد. بس يعني زي ما تقول رايح وجاي آه. ما فيش شيء في النص بس فيه كان اشارات كان له اسم شارع يافا الرملة القدس عندنا هذا من وسط البلد وسنطر البلد نعم طيب على ذكر الشارع هذا كانت بتتفرع منه من هذا الشارع شوارع تفوت جوا المدينة طبعا شوارع بسيطية يعني هو هذا الشارع الرئيسي بسيطية شو المقصود بسيطية يعني معبدة, معبدة ولا ترابية لا معبدة فيش ترابية قليل ما فيش كله معبد مزكر كله معبد في بيوت وكذا بس هو كشارع تجاري خلينا نسميه تجاري ورئيسي أيوه. رئيس طيب هذا الشارع كان في عليه في إنارة نعم إنارة طبعا في عليه إنارة آه. بالأول ما كان زمن إنارة كانوا فوانيس لما أخذنا الكهرباء من شركة روتنبرغ من اليهود طبعا كان في إنارة صار الشارع وعلى بالدور بين الشوارع والإشي حطوا إنارة طب قبل بعض بيوت سحبوا بعض بيوت ما سحبوا طب نرجع قبل ما توصل الكهرباء هذا الشارع كنت ينضوا الشارع بالفوانيس الشوارع الرئيسية كيف يعني بالفانوس كيف ينضوى الشارع بالفانوس يعني عمود كهربائي كان في عمود محطوط وكان يولعوا اللوكسات ويعلقوها من قبل البلدية كان يجي على الكاز هاي الفوانيس طبعا فانوس يعني زي ما تقول في شنابر شنبر على هذا وفي كمان فانوس صغير كان قديم يولعوه ويجي من قبل البلدية ويتولع بالحرارة زي ما تقول طيب بالايام الماطره والهذا شو كان يصير فيه لما الدنيا تكون فيها شتاء وهواء عليه لمبه وكل شيء ما في شيء ما هذه كان يتعلق ولما يخلص كازو يطفي يجي يعبوه لا بقصد في الايام اللي بكون فيها هواء شديد مثلا شو بدي يصير عليه لمبه له لمبه ما فيش حتى الحقت بالبيوت لبقى هواء وإشي يعني مثبت بشكل جيد طبعا يجي من البلدية او ما بعرف من اللي كان يعلقوه والعوج رايح هذا بالحراب نعم طيب لو بدنا نحكي هلا عن موضوع تاني غير الشوارع لو بدنا نحكي عن الكهرباء المقصود الكهرباء اللي بتحكي لي اخذتوها من الشركة اليهود ركبوا الكهرباء محل الفوانيس هي شركة يهودية وين مقرها هاي الشركة؟ كانت هي بيافا ما بعرف وين بتل أبيب بس الرئيسية الكهرباء المحط التوليد الكهرباء تبعها راس العين من راس العين محطة الكهرباء راس العين وين هاي راس العين؟ هذه راس العين يا سيدي العزيز بتطلع وين بدي أقول لك اسمها كمان المنطقة راس العين نعم من هناك تعتبر أبيب هذه هناك أكبر نهر في ديركون وغيره وغيراته من هناك كانت تشتغل طيب تحكي لي انه الكهرباء اذا دخلت قبل ال 48 دخلت البيوت والشوارع بعد ناس مدوا بعد ناس ما مدوش مش كل الناس تعرف. مش كل الناس البيوت الجديده اللي انبنت سووها والبيوت القديمه اشي دخل وصار اللي بده بدخل طيب لو نحكي عن المياه قلت لك
كانت عندنا عيون وبعدين انبنى حوز كبير، هي العيون كانوا يمدلوا منها، كان ناس يروحوا ويجيبوا تنكات وتعبي وخزانات. اما انبنى حوز بذكرش قديش، هذا فوق عندنا كبير بايام الانتداب البريطاني. باي سنه باي سنه انبنى هذا الحوز؟ حوز الماء ما بقدرش، كان عمري بحدود يمكن 15 لما كانت الحرب العالميه الثانيه وحتى عليه الزمور. حوز ضخم كبير وتحته مكاتب ودنيا وإشي، وتيجي يعني زي ما تقول في عنا عيون كانت. اذا من هذا الحوز الضخم صرتوا تنزل شبكه المياه على البيوت. في مواسير وياخذوا كمان للي ما عندوش مثلا بعيد، تيجي اظنات تفر تعبي من الحوز تاخذ لمناطق بعيده بعرفش لوين. المقصود تنك ميه يعني على على سياره؟ تنكات على سيارات، على سيارات وتروح تبيعها. هذه بعرفش لوين. طيب كويس. كيف كان الناس يتخلصوا من المية العادمة الموجودة؟ يعني طالما في عندهم مية هلا دخلت. هي كانت بالأول زي ما تقول في البلد القديمة كلها كانت جوار امتصاصية، حفر امتصاصية. حفر امتصاصية وتروح. يعني ما كان في شبكة صرف صحي؟ لا ما كان. لا. طيب نرجع بدنا نحكي عن المدينة هلا من جوا. كانت مقسمة حارات طبعا، في ولا احياء نحكي حي كذا ولا حارة كذا؟ او ما بقوش يقولوا حي، بقى يقولوا حارة. حارة. نبلش من الحارة تبعتك. من الحارة تبعتي احنا كنا حارة النصارى. حارة النصارى. النصارى. نعم. فوق منا يقولوا سكنة الجمل. اوقات يقولوا حارة الحوز اللي فيه تاع المي. نعم. شايف كيف؟ اوكي، ايش في حارات ثانية؟ سمي معي. في حارات كثيرة زي ما تقول. بالقدر اللي بتقدر تتذكره. يعني زي سكنة شبيطة، لأنه دار شبيطة هذه كمان على الشارع الرئيسي. نعم. حارة شبيطة يعني. نعم. فوق لما تطلع سكنة فانوس، سكنة الوهاب. بس تحت في البلد القديمة زي ما تقول بعد يذكروا حارة أو شارع هيك إشي، شارع الحوز، شارع كذا. بعد بس فوق لما صار زي ما هلأ بيسووا عنا امتدت، صارت تمتد المدينة وتكبر. أيوة، السكنة. سكنة فانوس، سكنة العزون. طب لما نحكي سكنة فانوس المقصود فيها إنه يعني عدد كبير من البيوت؟ طبعا. جوا منطقة زراعية ولا مش؟ لا لا لا. بيوت طلعت على المستوى حديث جديد، هذا بلشت من ال 36 وفوق. من ال 36 لانه احنا بنينا بال 36 كنت واعي. شرينا حتى ما كانش في بال 36 شيمينتو، سوينا كرميد احنا. نعم. بعدين اجت ناس صاروا يسووا شيمينتو. طيب لو بدنا نحكي عن الحارات هاي وناخذ مثال لهي الحارات، حارتكم اللي بتحكي عنها حاره النصارى. داخل الحارة هاي كان أكثر من شارع ولا شارع واحد مثلا؟ لا، عدة شوارع زي ما تقولي، شارع واحد، شارع بفرع بروح لهيك. شارع بروح لهيك على الدور، ما هي كيف مفرع. معبد أسفلت ولا حجار مرصوصة؟ لا ولا لا، ما كانوا هدول الجوانيات معبدين أسفلت اللي بين الدور. هدول مش معبدين لأنه مش شارع رئيسي. نعم. وش فيه السيارات وفي صوابيت قديمة، صباط تقطع من تحت صباط. شو المقصود صباط؟ قناطر زي تعون القدس هذا. نعم. سبطين بقوا قدما. نعم. وفوقهم دور. هذه ما كانت معبدة، لا. اللي بنات الدور. طيب. ولا تخش يعني سيارات كمان نادر. البناء كيف كان؟ عمودي يعني ولا تلاقي بس طابق واحد؟ بناء قديم اللي هو أبع القديم. نعم. وفي كمان أكم من بناء جديد، يعني إذا كان يقبل منا دار شكر الرزق بناء جديد، هذا حجر مش بناء قديم. اللي بقصده انا انه كان دور واحد ولا في ثلاث ادوار؟ اربعة، خمسة؟ دور مثلاً. دورين. يا دور يا دورين. يا دورين. هذا دورين. هذا بالحي، هذا بالقديم. اما ثلاثة واربعة ما فيش بالقديم. بس كان ارتفاعات البيوت لها، يعني هلا اشي يبقى 3 متر الارتفاع. سقف البيت. سقف البيت وإلى تهاوي ودنيا. وفي بيوت كيف بقولوها القديمة قبة. طيب رح نحكي بالتفصيل عن هذا الموضوع ان شاء الله. حكيت لي انه في الشارع هذا الرئيسي المعبد،
في كان عندكم خط سكة حديد في الرملة؟ عندنا خط سكة، أكبر محطة سكة حديد كانت بالليد، نعم. وعندنا محطة بسيطية بالرملة هذه مشان تعرف، لما بيطلع وبمر بمر منها بوقف يعني باخذ شغلات بتمام، بس الخط الرئيسي الكبير لمصر والدنيا وعد لكل الدنيا في الليد، هي قريبة على الرملة على الطريق، نعم. بس هي محطة الليد بقولوا. كان قريب من وسط البلد يمر خط المحطة اللي سكة كانت الحديد أو عندنا يعني المحطة. ما تبعدش عن سنتر البلد أبو 2 كيلو، هلا في وسط البلد، ما هي بتعرف هلا كبرت البلد. نعم. نرجع لحارة النصارى. كان فيها كنيسة أو أكثر من كنيسة؟ الكنيسة يعني احنا مش بعيدين عنها أبو 100 متر، اللي هو دير اللاتين، بيتكو بيتنا كان بعيد عنها بالحرب 100 متر. بقفل الكنيسة، احنا بقفل حارة النصارى، هذا دير اللاتين دير كبير، فيه المدرسة وفيه السكن للرهبان وأرضه كبيرة وإله معصرة زيت يعصروا الزيت عند الدير، نعم. وكل سنة يعني موسم وماكينات على الكهرباء إله وكل إشي، مش عبغل أو دنيا، طيب يعصر يا يعصر للدير، للدير. ومن زي ما تقول الدير للكنيسة للمعصرة غاب من تحت الأرض سرداب يمرقوا فيه، وفوقه شارع مزفت، نعم. والكنيسة كبيرة. طب الدير والكنيسة كانوا مصورين يعني؟ مصورين صور مصور طبعا كبير، كبير. وجرسية بتدق ساعات ورباع ونصاص كبيرة لهلا موجودة. قديش عمرها هاي الكنيسة؟ بعرفش انت المبنية، ارتفاع الكنيسة فوق ال 15 متر من جوا، واحنا فيها بنصلي هذه، وغير يعني الضيافه، وفي الها الايه صار الدكاكين وما الدكاكين والاراضي، وانا درست فيها نعم. الى اللاتين لتحت منها لغاد، او قدام منها في كنيسه للبروتستانت الانجليز بيقولوا مبنيه، شايف لوين هي؟ على 3 شوارع هذه الكنيسه الفتاة. إذا في عندنا كنيسة دير كنيسه اللاتين، الروم كنيسة دير اللاتين دير أولا، اللاتين، وكنيسة البروتستانت الإنجليز بل على الشارع الرئيسي، هذول الدين كنيسة الروم لا مندحرة على الشارع القديم جوا بتاعتنا، أضخم واحد مين فيهم كانت؟ اللاتين، اللاتين. اللاتين ضخمة كبيرة موجودة لهلا، طب لو والروم موجودة. نعم. طب لو رجعنا على حارة النصارى، الأغلب النصارى اللي كانوا موجودين في نصارى وأسلام موجودين مع بعض، وفي كان عائلات إسلامية، وجامع جنب منا ما فيش شيء 100 متر عن بيتنا نعم. بحارة النصارى. طيب حارة النصارى كان نسبة المسيحيين وتوزع الطوائف كيف كان؟ يعني أنه أغلب طائفة كان موجود فيها؟ مسيحيين وأسلام عادة بعض تقريبا، وكنا تقريبا عيلة واحدة، ما نعم. فيش فرق، يعيدوا بعيادنا ونعيد بعيادهم، يعني زي ما تقول يواسونا بالكره وبالفرح، ما فيش فرق. طيب لو بنحكي الطوائف المسيحية اللي كانت موجودة بحارة النصارى، يعني في ناس كانوا مثلا بيتبعوا للطائفة، لا كنا روم ارثوذكس، كلكو في هذا الحي روم ارثوذكس، في لاتين بيعرفوا لما يصير، اما آه. الاساس احنا روم ارثوذكس، روم ارثوذكس هو الدين واحد، بس نعم. هذا يقول لك بروتستانتي كيف شافعي وحنبلي وحنفي، بالضبط واحد بالضبط بس، بالضبط زي الطوائف الإسلامية نعم. والمذاهب طيب الكنائس زي ما حكيت لي كانت اللي عدت لي اياهم اللي موجودين بالمدينة ثلاثة، 3 كنائس، واحدة للأرمن واحدة للإنجليز وواحدة للاتين. طيب والمقابر طبعا انتوا الاسلام مقبرة واحدة اللي هي بالشو اسمه في النبي صالح، احنا كانوا ثلاثة، واحدة للروم واحدة للاتين واحدة للانجليز، 3 مقابر جنب بعض جنب بعض على صيد واحد على الشارع العام. نعم. والمقبرة تبعت الإسلام كانت النبي صالح قديش بعيد عن الدير؟ مش كتير يعني عن الدير، كم كيلو متر يعني؟ أبو كيلو ونص، أبو كيلو ونص عن الدير. شو اسم هالمقبرة هاي؟ النبي صالح هناك آه. في ولي، وبعدين زي ما تقول كانت مطبوعة على العملة الفلسطينية الميدني، وموجودة لهلا الميدني. نعم. وفي بعد
تحت النبي صالح بالأرض في أثارات قديمة احنا بنعرف النبي صالح، بس هو أساسا بقول بقى كنيسة. نعم. الجامع الأبيض كمان عندنا كبير بالرملة. نعم. موجود في بالرملة في عدة جوامع، يعني جامع الأبيض، في جامع المغاربة، شايف كيف، في جامع اللي بحريتنا. طيب يعني الجامع اللي بحارة النصارى والله ناسي اسمه، يعني هو ما قالوش اسم بالضبط، بس كانوا يحطوا اسمه على هو اللي بيخدمه. نعم، حسب مين الشخص اللي بيخدم فيه، الإمام مثلا، الإمام اللي كايم فيه سيد من الرمي. نعم. تعرف باب الحارة يعني أبدا عادي. طيب بتذكر اسم الخوري اللي كان في دير اللاتين؟ الخوري اللي كان بدير اللاتين وانا تعلمت هناك كان واحد اللي لحقته انا تلياني، ولما سلم الرملة هو رفع العلم، تلياني ابونا جوليو. ابونا جوليو، كيف المقصود انه لما سلم العلم رفع العلم؟ مش هو سلمها، هو لما صار الضرب علينا والدنيا وكذا وانسحبت الجيوش مش شيء، مسلم مسيحي بالدير كذا التجأ دير كبير انا من اللي كنت فيه يعني، وصار الضرب ثلاث ايام زي ما تقول، وما في لا جيش ولا مناضلين، ومنسحبت لانه طلع الجيش، هتطلع ما فيش، اشتغل ضرب بسيط ما لقى حل ولا في سلاح ولا شيء، رفع العلم على اساس كانت اسف كانت ساقطه اللد يوم الحد، هربوا علينا قالوا سقطت اللد ما تأملناش. رح نيجي بالتفصيل، يعني المهم انه كان شو اسم الاب اللي مش هو سلم، لا لا بقصد شو اسم الاب اللي كان ابونا جوليو، ابونا جوليو كان خوري جورج الاساس لبناني من دير القمر يعلمنا العربي. نعم. بس اللي زي ما تقول المسؤول العام تلياني ابونا جوليو. نعم. وبقى كمان عده خوامه ملان دير كبير هذا. نعم. وكان معلم راضي علمنا العربي من بير زيت. طب هذا لما بدنا نيجي للمدارس بنحكي برضه في هلا بعد الكنائس. طب الكنائس الثانيه كنت تتذكر مين كان مسؤول عنها؟ هذيك كنيسه الروم. الروم بقينا نروح يعني كان ريس يوناني، دائما الافضليه لليونان. واللي بقى مسؤول عنها كان الله يرحمه ابونا جره. الله يرحمه. من دار البيوك، من اعرق العائلات، كان الخوري ابونا جبره. ابونا جبره من دار بيوك طلعوا هاجروا مات في لبنان دولة. من دار البيوك. نعم. هذا كان من عائلات الرملة. من عائلات الرملة. نعم. في زيديو واخته بقت معلمة الله يرحمه. طيب الكنيسة البروتستانت مين كان الله البروتستانت بقدرش اقول لك، لانه هي كانت زي ما تقول كنيسة انجليزية بقولوا لها او انجيلية. تعرف ما هي، اما اقول لك خشيت موجوده وكبيره وكذا، بس كان يقول عنها تابعه للبروتستانت هذا. نيجي للمدارس. المدارس عندنا قلت لك هلا انا يعني بشكل عام احنا بنعرف انه في مدارس حكوميه وفي مدارس اهليه. ايوه. الحكوميه عندنا مدرسه المعارف، مدرسه اوليه بعد اسمها مدرسه المعارف، مدرسة للذكور ولا للاناث؟ ايه ذكور ولا اناث هاي كانت؟ لا كانت ذكور هاي وفي اناث بعيد الثانية هذيك. طيب مدرسة الذكور، مدرسة المعارف وين كانت؟ عن هذه كانت وين الشارع الرئيسي لقدام شوي، قريبة على حارة حجازي. وين عن الدير؟ لقدام فيش كيلومتر وبتروح غادة، وموجودة لهلا هي. تقريبا كيلومتر بعيدة عن الدير؟ يدوب. يدوب كيلومتر؟ أبدا. طب كيف كانت هاي، طابق واحد ولا طابقين؟ لا كانت طابقين وكبيرة ومدرسة عالية حكومية. بقوا يعني اغلب القرى من بلد او من هذا يجي فيها الفلاحين، واللي لما يخلص يطلع عيافة. طيب لاي لاي مرحله كانت المعارف؟ انا ما خشيتهاش. بس كانت طبعا ثانويه، لما يخلص يطلع عيافة. طيب مدرسه البنات الحكوميه، مدرسه البنات كمان كانت هي زي ما تقول في البلد طرف البلد. قديش بعيده عن الدير؟ يعني ما هو كل هيئة الرملة كانت تعرف بالأول محيطة جنب بعض، الثاني ما بتبعدش مدرسة البنات عن الدير أبو كيلو.
بس باتجاه ثاني مش باتجاه مدرسة الدكتور. عن طريق النعاني. على طريق النعاني. من هناك. برضو مدرسة كبيرة يعني. للبنات وتخرجوا منها ناس كتير. مش أقل من مدرسة الأولاد كمباني. مبانيها أقل من تاعي. برضو طابقين كانت. يعني بدك تقول هيك إشي. موجودة بس بقت كويسة. عمرك دخلت مدرسة الذكور تبعت المعارف؟ طيب تروح والعب معهم وكل إشي. طابقين كبير حتى بتذكر مرة بريطانيا استحلتها عملتها لشغلة ما بال36 بنى حجر نظيف. لا وصفوف عددها كبير مظبوط وكل شيء طبعا. كم صف فيها كانت تذكر؟ والله انا ما اشتغل بس فيها كانت صفوف عاليه اللي يخلص. لا بقصد كم صف، كم غرفه صفيه كبيره غرفها يعني واسع. كم وحده يعني نقول مثلا؟ والله يعني بدك تقول مش صغير لا تستهينش فيها. ليش سموها يعني مدرسه عاليه؟ واحنا تاعت اللاتين عالي كمان. طيب نيجي نكمل مدارس الحكوميه. اذا حكينا عن مدارس المعارف هي الذكور والاناث والجمعية تعتبر يعني زي ما تقول. لا مش حكومية المدرسة. لا مش حكومية هي. هي الجمعية مدرسة الجمعية الإسلامية. الجمعية يقولوا عنها. هي كانت زي ما تقول تساعد والإش فيها جامع وكل إشي يقول لها مدرسة الجمعية. عالشارع العام لهلأ موجودة وكل الخط مكتوب بالعربي على الحجار. مدرسة الجمعية الإسلامية. يعني ما كانتش تابعة لروضة الجمعية. تابعة لروضة المعارف ولا مش تابعة؟ أنا أعرفها مدرسة الجمعية. الجمعية. طيب المدارس الطائفية الثانية اللي تتبع للطوائف مثلا بدير اللاتين كان في مدرسة؟ دير اللاتين هذا ما عليهوش حكي. كان في مدرسة؟ مدرسة كبيرة يعني. كبيرة. وبعدين يخلص. درست فيها؟ درست فيها. لأي صف كانت المدارس؟ درست فيها، فيها عدة صفوف بعدين طلعت منها برضه. طيب المدرسة دير اللاتين لأي صف كانت تدرس؟ كانت تدرس لوين ما بدك بس هو عشان صار الحرب. يعني الثانوي كان فيها مراحل الثانوي ولا توقف للسابع؟ طبعا. تدرس وتعطي يعني ما تقوم من العالم. طيب الدير الثاني اللي هو دير الروم كان فيها مدرسة؟ لا كانوا زي ما تقول مش فيها مدرسة، بعد أوقات يدرسوا هيك إشي بسيط يعني. بس مش مدرسة رسمية. مش مدرسة رسمية. إذا مدرسة المعارف. المعارف. ومدرسة اللاتين. المعارف عندنا بالرملة بقوا يجوا من جميع الكرة، من اللد، من كرة اللد، من كرة الرملة يدرسوا فيها المبسيط. يدرسوا لا يدرسوا؟ يدرسوا. يدرسوا الطلبة. يدرسوا. الطلاب يجوا يدرسوا. طلاب. هاي في واحد موجود حي يرزق لا درس في اللد وفيها. درس في؟ في درس أولاد موجود أنا بعرفوش. الشخص هذا موجود يعني؟ موجود. بس هو مش من الرملة. طيب أستاذ أبو الأولى. نرجع لمدرستك اللي درست فيها شوي اللي هي مدرسة الدير اللاتين. كم صف درست فيها؟ والله درست فيها أظن مش عارف صفين أو ثلاثة وطلعت بعدين ودوني أظن على بيت جمال بالقدس داخلية. على بيت جمال؟ بيت جمال هذه فوق عرطوف. شكلك كان شقي وانت صغير؟ كتير. يعني نقلوك نقل تأديب يعني؟ مش هم اللي نقلوني. بس كنت يعني مغلبهم يعني بالدير. ما قبلونيش ويشكوا لحياة امي وابوي بتعرف والاولاد انه ابنكم شيطان كتير. شيطان. طيب لما رحت على المدرسة الداخلية قلت لي وين؟ بالقدس. بيت جمال مش بالقدس. فوق عرطوف. رحت هناك اظني ابو 6 أشهر 7 أشهر توفى ابوي ورجعت منها وما رحتش. الله يرحمه. بقى تتعلم تلياني وعربي وزراعة وكل شيء. كملت فيها أظن مش عارف صف رابع. تابع لطائفة يعني المدرسة؟ سلزيان لاتين. سلزيان لاتين. طيب نرجع على المدرسة. فيك توصف لي هالمدرسة اللي كانت في الدير؟ وين؟ المدرسة تبعتك. أني وحدي. تبع الدير اللاتين اللي في الرملة. موجودة لهلا. توصف لي اياها من جوا صفوفها كذا؟ تفضل. كل صف له يوعد اوض فيها.
كم أوضة مثلا كانت؟ عدة أوض وطبقين. ويطعمونا بعد أوقات على عياد وش بده. وأبدا قبل ما نخش على الكنيسة على السقف نصلي. وإحنا طالعين من السقف نصلي. وقت الفرصة نقعد يعني. ودراسة مضبوطة معلمين فيه كانوا خوارني وكانوا يعني قلت لك معلم العربي كان معلم أنطون من بيرزيت والمعلم رادي من رملة من برضو من بيرزيت الثاني وخوارني اللي يعلموا عربي وإنجليزي وتلياني عربي وإنجليزي وتلياني على حساب شو بدك فيه والتعليم المسيحي هذا برأس الضفة. طيب لو بدنا نحكي عن الصلاة في الدير نفسها احكي لي عن كيف كنتوا تصلوا كيف تقوس الصلاة فيها العريف او الخور اللي يبقى علينا ودي كل اشي نيجي الصبح مثلا خش على الكنيسة نصلي بعد ما نصلي نلعب شوي نطلع على الصف ندرس انسى بعد ما ندرس فرصة يعني زي ما تقول هذا ننزل بالساحة بده يقول عصوني الاشي كذا نلعب وقبل ما نروح نصلي ترجع للصلاة بعد. مرة ثانية. طيب حكيت لي انت انتقلت للمدرسة الثانية اللي قعدت فيها فقط 6 شهور هذا شو اسمه بيت جمال هذا دير كبير برضو للتريان ورحت فيه هناك وداخلية بقولوا له ما طولتش قعدت 6 أشهر روحت خلال 6 أشهر ولا روحت ما رجعتش عليه مات ابوي وما رجعتش عليه هي مره واحده يعني قصدك قعدت 6 شهور وتوفى والدك عندي صور حتى من طيب خلينا نقول هلا لو بدنا نحكي عن نرجع للكهرباء والمياه والصرف الصحي الميه ما قلت لك الميه زي ما تقول عيون بقت والحوز اجى طبعا مش فيش حنفيات بقلب البيوت لا ابدا الا البيوت الجديده اللي صارت من بعد ال 36 اللي قبل ال 36 لا البنى القديم حتى البنى القديم منك يعني بيت المي كان برا بالحوش مش زي اليوم هيني نعم شايف لوين اما الحنفيه برا برميل الزير خزان مغطى يعبوا اكثر شيء فخار يعني الابريق الشربات يعبوها ومي من الدين نعم طيب نروح على اسئله ثانيه هلا بتتعلق في بالأسواق التجارية يعني كان في سوق تجاري كونها مدينة يعني سوق تقول والله هذا المحل جنبه يعني قول هاي مثلا بقالة جنبها سينما جنبها محل صاغة السوق عندنا التجاري بسنطر البلد بالنصه سوق الخضرة مفهوم كليته ومعروفين سوق القماش وما القماش مسمى سوق الخواجات موجود هذا اسمه سوق الخواجات هذا كله قماش وحراير شايف لوين والسوق هذاك العادي من خضرة من ايش ما بدك خان الخضرة كمان يعني سوق الخضرة سوق ضخم كان ضخم اكبر سوق عندنا كان بالرملة جميل لما كان يتنون يوم الاربعاء عندنا كل القرى تيجي على الرملة وتبيع بالرملة يعني باللب. يعني اهالي القرى كانوا يجي يوم الاربعاء يجيبوا ويجيبوا بضاعه ويبيعوها ويتمونوا من جديد عندنا كمان يعني سوق قماش مشهور طب نرجع لسوق القماش اللي حكيت لي عنه سميتوه سوق الخواجات هذا مسمينه سوق الخواجات ليش خواجات هيك كانوا يقولوا سوق الخواجات نعرف في زي ما تقول هناك بالحراير الاشي الانابيب الشغلات الحلوه هذا كله قماش وفي والتجار اللي فيه عرب عرب التجار كلها عرب من الرمله فيش يهودي عندنا بقلب الرمله ما كانش فيه ولا يهودي بس ايش يطلع بيجيبوا بضاعه من تل ابيب مثلا كذا شيء طيب تل ابيب قديش كانت بعيده عنكم شو تل ابيب يافا 16 كيلو نعم
ومن يافا لتل أبيب كمان أبو 5 كيلو لحنا بتل أبيب. كنا نروح تل أبيب ونيجي ونشتغل. كان عندكم سينما؟ إيه؟ آه بالرملة كان سينما، بنت سينما. أكم واحدة؟ واحدة. بنت يعني والله ناس قديش كانت صفية، وبعدين بعرف طلعنا من عقدتش. من عقدت؟ من عقدت. بقى الصفية. آه يعني سينما صيفية. صفية. آه. ما هو ما كانش سينما، بنت حجر وكل شيء. قبل كم سنة من الهجرة؟ يعني بدك تقول قبل الهجرة 5-6 سنين لما بنت، أو بجوز أكثر. كنت تروح على السينما هاي؟ آه رحنا وحضرنا فيها. تذكر إشي حضرته؟ حضرنا مرة لأنور وجدي. فيلم؟ فيلم. يعني أفلام عربية غالبا كانت؟ آه عربية. ولا فقط عربية؟ لا عربية بس. آه. عربية. يعني مرة واحدة حضرت فيها؟ لا حضرت فيها بقينا نروح بس، وعيافة حضرت بالحمرة. وكنت تنزل عيافة وتحضر بالحمرة. نروح. طيب محلات صاغة الذهب كان صاغة فيه. كان عندنا بالرملة طبعا كتير. كان عندنا عميرة، كان عندنا كشي، شكر رزق. صاغة زي ما بدك، كان صياغ. حلويات كمان. موجودين السردي احسن كنافه، كنافه الرملويه مشهوره سواء وعطاره، كل شيء موجود، ادباغه سباغه جلود، كله عندنا. مش تقول يعني فيش شيء مش موجود بقى، كنا عايشين احلى عيشه. نعم. ميسوره طبعا، كل شيء رخيص، بس كان في صدق وفي امان، ما واحد يعتدي على التاني. طب هدول المحلات التجارية اللي ذكرت لي اياها كانت كل متلاصقة جنب بعض يعني؟ اذا طبعا السوق الرئيسي زي السوق الرئيسي، دكان جنب الدكان. شارع رئيسي كله الدكين، يعني السوق الوسطاني زي عنا هين، زي ما تقول، زي ما تخش عمرة كبير، اسواق كبيرة. نعم. طيب البقالات، البقالات كمان كيف في بالحارات؟ في بالحارات وفي بال طبعا. طب كان حجمها كبير، والمواد والبضاعة اللي بتبيعها متنوعة. البضاعة الموجود طبعا فيه، وفي أهاوي كمان يروحوا العالم تقعد على الأهاوي. جايين للأهاوي احنا. بس البقالات كانت موجودة بكثرة. في بالحارات وفي بكل شيء فيها، ايش بدك تروح تشتري منها. طيب الأهاوي اللي قلت لي عنهم. الأهاوي موجودة. كثيرة؟ كم واحدة بتذكر؟ وذكر لي أسماءها. في عندنا كانت قهوة العبد الزحاق، يلعبوا كراكوز قبل السينما. كيف قبل السينما؟ ليش هي كانت جنب قبل السينما؟ قبل ما تصير السينما. قبل ما تصير السينما يعني على أرض السينما؟ لا مش على أرض السينما، بالقهوة. قبل ما تيجي السينما تدخل الرملة كان يلعبوا كراكوز بقهوة العبد الزحاق. كان عنده قهوة وكان يجيب كراكوز وعواص. هذا كراكوز وعواص. طيب احكي لي عن هذا، يعني جوا القهوه يعمل العرض ولا برا؟ قهوه كبيره يحط الشاشه ويولع عليه فقيده ورا منها، ولعب زي هدول اللي يسووه خيال الظل يعني قصدك؟ ايه خيال الظل. خيال الظل على هذا، ويطرق ويسوي كراكوز، واللي كان يسويه هذيك اليوم اطلع عنه دفتر من دار. مين اللي كان يمثل شخصيه كراكوز؟ واحد هو واحد، ويغير بصوته ويطرق ويسوي واحد، نفوت نتفرج هيك ببلاش. يعني كانوا يكونوا شخصين ولا دمى؟ واحد يمسك العصي. دمى كان يعني. وهو يحركهم. هو يحركهم على الخيال. طب تذكر اسمه هذا الشخص اللي كان؟ الله يقال من دار مين، هذيك اليوم كاتبين عنه، اما هو اسمه كان اشتغلت معهم موجودين اهلي ودنيا، فاطلع عنه كتاب وقال لي كان شغل كراكوز عواز فلان. كان ظل يعني موجود حي يرزق؟ لا مات زمان، بس انه قالوا من بيت فلان. وكانت قهوة البنور، هذه قهوة راقية يقعدوا هالخواجات عليها. قديش بعيدة عن الدار القهوة العبد الزحاق؟ 5 متر. انهدت في الكاليبسو. انهدت هاي القهوة؟ ودارنا بجمنها ورا دارها، لقيت اكبر مرقص هناك. ما انا بروح وعارفها مميز. وفي كانت اكبر معصره لدار سلام، ومعصره لدار، كل هذا زحوه. ليش بقول لك فلان؟ نرجع للقهاوي. القهوه هاي العبد الزحاق، والثانيه الملك مش اله، بعرفش
بس كانت القهوة لأنه كان يدير القهوة يعني. أيوة. وفي قهوة البنور على الشارع الرئيسي. ليش بتقول لي كانت راقية كتير لقهوة البنور؟ عشان شارع عام. عشارع عام. أو هالشخصيات يقعدوا في قهوة البنور. آه. قهوة البنور. البوسطة على الشارع العام. بعد ما عندنا البوسطة والمنتزه. منتزه بقى عندنا بالرملة للبلدية أحلى منتزه. على الشارع الرئيسي. طوي قهوة البنور كان يروح عليها شخصيات شخصيات الرملة يقعدوا فيها. وكانت أنيقة من جوا مرتبة. أبدا. طيب احنا عمي بدنا نستريح لمدة دقيقتين وبنرجع بنتابع التسجيل. يعطيك العافية. السلام عليكم. نحن ما زلنا نجري هذا اللقاء في منزل السيد أبو الأولى في جبل الأشرفية في عمان. هذا الجزء هو الجزء الثاني من مقابلة في أسئلة القسم الأول. في الجزء السابق توقفنا أبو الأولى وإحنا بنحكي عن القهاوي، حكينا عن قهوة البنور، حكينا عن قهوة العبد إسحاق. كان في قهاوي تانية؟ في قهوة البلة. قهوة البلة. طيب هاي القهاوي بشكل أساسي الناس اللي كانت ترتاد القهوة شو الألعاب اللي كانوا يلعبوها؟ هذه بقهوة البلة قلت لك إيش الألعاب كانت على الكهرباء، جابوها جديدة وهي الوحيدة. هي الوحيدة اللي كان فيها ألعاب كهربائية. ألعاب كهربائية وبقوا يلعبوها والقهوة مرتبة وكل شيء كان موجود فيها، حتى ما كان لهلأ موجود. تنزلت أنا على البلاد لمدة 6 أشهر بس مش قهوة، ماخدينا لليهود يعني لا غير شيء، بس هي كانت قهوة البلة قهوة مشهورة. وفيها ألعاب زي ما تقول كهربائيات وكل شيء تسلم. طيب القهاوي الثانية ايش بشكل اساسي الالعاب يعني كان يلعبوا؟ الشد الضومنة الضامة. هذه العرب بس شد ضومة ضامنة. نعم. كانت القهاوي هاي طبعا وصلتها الكهرباء وتكون مضوية؟ لا بالاول هذه ما كانت فيها كهرباء، اللوكسات كانت على اللوكس. ويمكن بعد منهم ضلوا على اللوكسات ما وصلتهاش. قليل كانوا يتأخروا القهوة هاي لساعة متأخرة يعني حسب تعرف اللي ما إله الشغل، بس مش كتير 9-10 يسمعوا أخبار. تعرف إنه بعد ناس ما كانت من مكان عنده راديو. بقت الراديو كبير ويبقى الكل يروح مشان يسمع الأخبار. يعني الراديو كان يكون متوفر في القهوة؟ طبعا. لازم القهوة يعني ما مرتبطة قهوة يعني فيها راديو. فيها راديو على البطارية طبعا. راديو كبير يبقى. طيب نرجع على للمحلات التجارية اللي كانت موجودة عندكم. لو بدنا نحكي الملاحم، ملاحم ملحمة ملحمة ملان سوق اللحمة لحال عندنا كبير يعني سوق كان كامل، سوق كامل للحمة. نعم بس ما كانش ثلاجات أيامها، ما كانش شبكة الكهرباء. يذبحوا اللحمة، اللحمة تروح كل يوم بيوم نملية. أبدا. وما كانت كمان ماكينات بعد أول، بالأخير صار ماكينات يفرم لك على السيخ. اللحمة. نعم. اليوم ايش اللي بدك اياه يفرم لك اياه على السيخ وكل شيء. يعني سوق كان اللحمة. سوق كامل. اكم يعني اكم لحام فين ولا منقول سوق؟ والله سوق اللحمة يمكن بدي اقول لك فوق 10-15 واحد بقى. يا سلام. بالرملة. قريبين على بعض. طيب ايش كانوا يذبحوا بشكل اساسي؟ خروف. وبقر. خروف. جمل ما عمري شفت. ابدا. خروف وبقر. بات ببلاشي. اللحمة. طيب السمك كنتوا السمك يجي علينا من يافا، ما كنا يمرقوا على البيوت على الدور او تطلع الواحد على يافا. يعني ما كان في سوق للسمك؟ لا ما كان في سوق للسمك. كانوا يلفوا يجي اللي بيع السمك يمرق على الحارات وعلى الدور يعرف زباين. كيف كن حاملهم يعني؟ يبقى حاملهم بسلاح. بسلاح. شايف كيف؟ ويقول سمك سمك يعني. وبقيت عشان اللي بقى يروح ويجي ويشوف بلاش يطلع بقرش، انا اطلع ببلاش عليها فاطلع اجيب سمك واجيب عتوني. طيب اذا كان في سوق ضخم للحمه. في سوق. والسمك كان يباع بانه واحد متجول واحد يجي يبيع على البيوت. نعم. او اللي بيجيب يعني للناس، لانه كانت الثلاجات قليله، بقى الثلاجات خشب ويحطوا فيها قوالب الثلج. وين لما اجت الكهرباء. نعم. طيب اذا بدنا نروح هلا مثلا على الحلاقين. صالونات الحلاقه. نعم.
كيف كانوا موزعين؟ الصالونات في يعني زي ما تقول كذا حلاق عندنا بالرملة، وبذكر كان بلاسي. اذكر لي اشهر المحلات الحلاقة. والله كان بلاسي، وغير بلاسي القرموط كمان تعلم عنده وطلع، والاحوش، عدة حلاقين بقوا يعني. وكان عندنا كمان مشهور الله يرحمه اللي ماخذ بنت الحبش ابو عودة. نعم. خليك معي. بطيخة. ابو عودة بطيخة، وتعلموا عنده. اجيال يعني حلاقين معتبرين، طبعا مش مؤايدة، لا، في منهم شهرية. وبعدين كان يعني انا بتذكر بالايام لما هذا الموس. موس وانا اقول كان الواحد ابو عودة يحط له الطاسة، شايف كيف؟ شو الطاسة يعني؟ تحت دقنه ويطري له دقنه. اول. ويطريها بعدين يقشر له اياها بالموس طاسة. ويركبوا الحلاقين على اذا كان راسه يجعه او اشي زي الصير. شو علق يعني؟ العلق الدود الاسود، ما عمرك شريت عنه او شفته؟ لا لا. تيجعه راسه او اشي، والحلاق بقى يطهر. يعني الحلاق نفسه كان يكون مطهر؟ في البعض منه مش كلهم. بس احكي لي شو قصة العلق هاي؟ هذا العلق اذا شخص بيوجعه راسه يعني؟ بيوجعه راسه، في عنده اشي مرمى، بتعرفش في علق بيبقى عند الحلاقين الدود الاسود. الدود الاسود. وبركب له اياه وين في الوجع، بضل يمص منه. يعني العلقة هاي اللي هي الدودة وظيفتها انها تمتص الدم، الدم الاسود، ويطيب ويسوي. وكسات الهواء كمان كان يعملها الحلاق كمان؟ حلاق او بالضرب بعد تسويها امي الي. نعم. كسات الهواء. حكمة بلا دواء. نعم. يعني نعم في دكاترة، في كل اشي، بس كمان في وصفات. في وصفات تبقى بالحارة الشيخة فلانية كذا، تكبس، تخرج، تسوي. كانوا يعني على الإيمان بالله. نعم. اتخرج لتسوي له يطيب. طيب نحكي هلا عن المخابز. كان في طوابين بالبيوت ولا لا؟ ولا في احنا مخابز؟ بالرملة ولا طابور. كلها افراني. افران. وعلى الحطب. اما اذا كان في البر وعنده، ممكن عنده طابون او عنده خبز عرصة بقولوا له. احنا بالرملة كل ليته افران. افران. ونفس الفرن يبيع خبز ولا انت يعني؟ مشي ببيعك عندك. الخبز ينباع للغربية، اما يخبز الفران اله واحد بيع بالسوق، في سوق خبز خاص كمان. هذا اللي بدي اسأل عنه. في سوق خبز خاص يبيعه للغربية، اما فيشي ابن بلد يشتري. الكل بيعين. ولاد البلد كانوا يعجنوا ابدا على الفرن ويبعتوا على الفرن. نعم. والفرن شو بلاش، شو تشاهروا، يخبز لك يوم العيد كعكك بقلاوتك اللي بدك اياه، تودي صواني، تودي الدنيا بكم بالشهر يعني؟ تصور يعني جنيه جنيه بريزي بريزة تضلك تبعت طول الشهر. طول الشهر. ياخذ الرغيف مع لما تيجي العيد المسلمين او مثلا يسوي المعمول الدنيا. احنا بقينا اليوم بيجيبوا مسلم مسي، احنا البقلاوه على ايدنا ام تسويها. نعم. 36 طاق ونوديها على الفرن، وليله العيد تاعنا ما يسكرش الفرن بعد ما يطلع النار كله على حطب. نعم. ودق جفت يعبر. حتى الفواله بقى تتودع على الفرن 7 جرار، لما كل واحد له فرن يطمر الجره تحت الفور اخر النهار، الصبح يجي يستلمها تاكل فول. بالفران كانت تنعمل بالفران من جوات الفرن. لما بطلع الوقيد من هناك، من في بجنبه بتبقى هيك زاويه، بحط النار كلها بطمر فيها الجرار، تبقى منها نحاس ومنها بخار، بيجي الصبح تاع المطعم بيتناولها. بتناول جرة الفول تبعته شوي مستلق. طيب نرجع، حكيت لي الغرب كانوا يشتروا الخبز. طبعا غربية، في غربية. وكان سوق للخبز. سوق للخبز وسوق لللبن. شو المقصود سوق لللبن؟ يروبوا اللبن بمحالب. دار سلال امي ودار حسين حليمة، احنا بعرفهم هذا، لما بدنا نطبخ او شيء تاخذ محلبة اللبن تكفيها هيك ما تنزلش. لبن مظبوط، لبن نعاش. نعم. هذا كان له سوق برضه؟ هذا تيجي بالمحالب.
بدك لبن للطبيخ، للطبيخ بدك لبن للأكل، معدودين أربعة خمسة بجنب بعض. من أهل الرملة من كانوا هذول؟ تذكر حدا من الأسماء هاي؟ حسين حليمة. نعم. هذا كان خصوصي لللبن. شايف كيف؟ مدار سلم يعني مشهورين يعني. مشهورين. أبدا. طيب هلا ايش في كان عندكم كان يخرب عندكم مثلا بابور الكاز فيه التناجر بدها تبييض الى اخره كان بالضيق كان من ضربوا غزاله كان لهم سوق ولا بالسوق له محله وفيه مبيضين بقى يفروا على الدور مبيضين كانوا يفروا على الدور بس يبقى غريب وفي خان كبير يبقى حاطط فيه هذا خان للقمح والقطاني والدنيا يبقى قديم تحت يبقى سوري حلبي الله اعلم من وين بقى ثقه مبيض تناجر مبيض تناجر نعطيه وين يكتب الاسم تاعه على ياخذها يبيض لك اياه رجع كله كان ينحاس التناجر نعم يبيض ويجيب لك اياه كل سنه مبيض وصدوره كمان مبيضها طبيخ منحاس ما يروح شيء بتعطيه وفي من اهل البلد كان من ضربوا غزاله عندنا الله يرحمه مات ابو مخيل هذا مبيض واخوه مبيض بقى وفي مات كمان بسوريا راح كان مبيض مبيضين ويدقوا نحاس ويسووا طناجر هذول كان لهم محلات؟ هذول لهم محلات وين باي سوق؟ بالرملي اخر سوق الخواجات اخر سوق الخواجات؟ كان لهم محلات؟ كان محل لابو غزاله هناك وكان في محل تاني غير لابو غزاله؟ في تتذكر اسمه؟ هذاك من دار ربيع من دار ربيع راح بسوريا وماتوا بحلب كلهم من اهل اللد من الرملة الرملة عفوا طيب نرجع ل الشغلات الثانية انتو كان بيلزمكم اشياء تانية غير مسألة انكم تبيضوا طناجر وتصلحوا بوابير كاز كان عندكم دراجات هوائية مثلا في ملانك بس كله فيش هناك سهل بس كاليتات ملان طيب من اللي كان عندي كان في محلات لتصليح ملان وين بالرملة حيو مات هذيك اليوم بلاطة قسطنطي هذا خصوصي من شغلته نعرفه هو ايه ضله وتولد ابنه عنه وضله من بيت مين من دار بلاطة هو ايش اسمه قلت لي طلعت من دار بلاطة لا هو اسمه هو ابو سرندي بقى يقولوله ابو سرندي كان هناك له محل خاص لتصليح الدراجات الهوائية مصلح الهوائية كان عندكم دراجات نارية موتور سايكل بس إقلال لأنه بس للجيش بس يعني أقلية بقوا اثنين ثلاثة وبجنبه واحد يركب مش الكل يعني بس أغلبها كانت مع مين؟ مع الجيش البريطاني لا بس أهل البلد قصدي ما كان قليل قليل أما الهوائية تسألش بقى يروحوا من الرملة عيافة بالهوائية أنا واحد منهم يعني نقدر نقول كل بيت كان فيه بسكليت وأكثر لأنه ساحل ساحل حتى بسكليت تبقى عريضة عندك دكان أنت بأنيس السوسو قدام عجلين ورا عجال يحط الكازوز والدنيا يتسوق فيها ويجي سيئة سهيل ينزل منها زي بيكب يعني يحط فيها أبدا كان يستعملها لل ينقل يشتري الغالي لدكانته او ممكن حدا ممكن يبيع لا عليها بس إله بيع إله كان في عندكم دراجات لتصليح السيارات في ولا كان بس قليل مش زي اليوم يعني زي ما تقول ما كان برايفت عند كل الناس يمكن ثلاثة أربعة خمسة العزوني مش حادر عزوني كان عنده سيارة خاصة كلايزر بعدين ممكن يصلح بياتها شو نوعها؟ كلايزر أو ديزوتو كمان مقبل بقى كلايزر مهندس مات هيني مساح من دار زباني بقى عنده يعني لا أبو خمسة ثمانية يعني قبل ما نطلع وبقى في أكم من واحد عندهم تاكسي طب ما كان عندكم طيب التاكسيات تبعت السيرفيس في كان الله يرحمه مات ثلاثة أربعة من عندنا من الرمل اللي له تاكسي أما في تركات عندنا لا التاكسيات كان عند كان واحد عند الشنشن قليل كم تاكسي قلت لي تقريبا كان تاكسي للشنشن
تاكسي كان مبلغ واخذ من فلسطين لما اعطتهم النمر الحكومة البريطانية اللي كان عنده تاكسي لورد. لورد كان يستخدمها هاي للعالم مش للعالم داخل الرملة داخل الرملة وطلب على القدس ولا بدك في موقف خاص بالشارع هذا بعد البوسطة 7-8 تاكسيات وقفت واقفة عندنا 7-8 تاكسيات هذا غير المكاتب عندنا مكتبين بقى تاكسي راجي السوس وغير في سيارات تاكسي يعني سيارات تاكسي سيرفيس كان كتار عندنا معلومة والبساط عندنا شركة بساط الرملة طيب ليافة للليد الشركة اسمها شركة بساط الرملة وفي بعدين كان التك عندنا الحنطور بقى بيافة التك هندي زي الحنطور بقى يقولوا له تك ياخذ 4 بيسووا 2 خيط هذا يروح على الرملة ويجي على الرملة تك على حصان حصان واحد ولا حصانين حصانين بجروا عرباي عرباي بس منظمة هندية عرباي هندية تسموها دي الحنطور له انجليزي الدرجانس بقى يقولوا عنا هذا بيافة نمرته نمرة سيارة ابدا بس التك اللي عندكم أي بعدين صار التاكسي لما راح الحنطور راحت الدنيا بعد ما صار لبقى قبل الحرب العالمية مين عنده تاكسي بعد ما انتهت الحرب بقى الحنطور وبقى التك بقينا نطلع عليها من الرمي عيافة بشركة البساط احنا معك مع التان ما ندفعش واذا زلمة كبير يطلع بقرش طيب نرجع للتك قلت لي كان العرباي الواجن تبعته ايش يسموها هندية هذاك التك بجوز خيل وبقى بخيل واحد يبقى تك هذا تك هندي يعني تطلع فيه وتنده وكل اشي ياخذ 4 ركاب ورب واذا بده بجنبه واحد والحنطور الحنطور لا الحنطور ارقى شوي غير هلا بيستعملوا للجخ طيب ليش الحنطور كيف الحنطور كان غير الحنطور بقى بيعمل احنا ما كان عندنا حنطور بيقولوا له الدرجانس حتى ومعاه رخصه يبقى الحنطور ارقى من اي ناحيه؟ ارقى من التك بكل شيء لانه هذا صناعه انجليزيه هذاك صناعه هنديه يعني بيختلفوا بانه صناعه ال 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 بعدين الدرجانس 2 خيط بسوقوه التك واحد هندي اذا كان في باصات كثيره وكان في سيارات وبالتالي اكيد بده يكون في جراجات لصيانه وتصليح هذا السيارات هذا جراج كبير عندنا للباصات للتصليح والصيانه والتصليح طبعا فيه اذا ما كان يعني تذكر اسماء جراجات زي هيك والله اقول لك ما عنديش كانت سياره واعرف اصلح شيء بس طبعا فيه بالرملة او ياخذ على يافا ومخارط في عندنا مخارط طبعا بقى مخارط ولا طيب هدول السيارات والبساط كان لهم موقف لهم مع بعض مجتمع ولا البساط ما هي شركة بساط الرملة لها موقف ومكتبها بارد تجمع حل ما قلت لك قبل عنك من سنين ولها ساحة بتبيت فيها كلها كبيرة كل البساط لما بطلع باص ورا باص بخشوا بتيجي على الموقف بتقطع البوليت او منه بتضلك كم باص كان؟ ايه؟ كم باص؟ تتذكر كم باص تقريبا؟ في كان كثير شركه كانت مساهمه طب تقريبا كم باص؟ والله حتى لما هجرنا جابوهم كلهم بيضربوا بريحه وقفوهم هيك لما هجرتوا نزلوا كلهم اخذوا الناس و راحوا كلهم بريحه شركه القدس لحال كمان بس هقوى وحده كانت عيان فلسطين وبركوا على شركة إيجيت هاي شركة اليهودية لا لا موجودة طيب وهاي شركة إيجيت لما كانت في مربصاتها بركبوا العرب وين كانت هذه شركة إيجيت بس من القدس لحيفا ليافا ترانزيت ولما تمر من شارعكم تمر منه توقف وين توقف تاخذ توقف على المحطات على الموقف ولا شيء بس على شركة خط القدس وباحترام وبنظام وكل شيء طيب مواقف الباصات الناس اللي بدها توقف على الموقف لما بتركب انت يعني في باص تاعت شركة يافا الرملة عصرفان كانوا يمشوا همشي نعم اما لما بده يطلع على يافا
يضل ترانزيت الا اذا بده ينزله ببيت دجل. هي كله والله بقوا يا زلمه الفلاحين يجوا والله يجوا من بيت دجل ماشي ورا حميرهم جايبين اغراض. نعم. شفت وبيارات كلها على الطريق. طيب الا اللي يطلع بالباص يقول لك تطلع. طيب مواقف الباصات اللي حكيت عنها كانت كيف؟ موقف فيه له مظلات؟ لا ولا ما كانش لا مظله ولا شيء، شو ما الرملة دافية بلد. ولا كيف تعرف انه هون موقف يعني شو اللي رسم مبين شارع عام مزفت ونيجي قريب على الشارع الرئيسي زي ما تقول الشارع الرئيسي هن الباصين واقف هناك كراج بس يطلع ابدا ويجي وينزل. تتذكر يعني انما كنا منظمين شكل زي ما بدك. وشوفرية شوفرية بقى تتذكر حدا من الشوفرية تبعك؟ ماتوا كلهم بتذكرهم وبعرفهم. سمي لي اسم حدا منهم؟ كان العنبر واحد ماتين بقالي شو بعرفك فيه؟ يا زلمة بتسأل عنهم ضلوا منهم هدول اللي راحوا الحلبة تنين بقى هي الشوفرية هدول شوفيرية بقى الشوفير له قيمته بالاول من اي ناحيه كونه يعني شوف ما كان سهل انه يحصل واحد على رخصه انه يسوق يعني شوف هلا مثلا شوفير يعطوه دقيق عود دقيق طبل مغني ما يعطوه شو يقول عنه جنكي والله شوف لوين ما يعطوهوش حلاق ما يعطوه ما يجوزوهوش يعني قصدك يعطوه؟ ما يعطوه هيك كانت عقيدة عنده بإيده صنعاء أعطوه ما يدوروا على مصاري كثيرة أو إشياء ابن ناس مبين أبوه فلان خاله فلان عمه فلان خلص. قلت لي كان عندكم مخارط كمان؟ أكثر من مخرطة ولا؟ أكثر فيه طبعا عندنا مخارط حتى عندنا قبل ما تيجي الكهرباء قبل ما يجيبوا المخارط كان الله يرحمه اخوه لحمدان مرسي مشان ياخذ وكانت الطاره هالقد وعدوا يلفوها هيك وكانوا على الحبل وهذا يسووا بالخشب وغير الخشب يعني بعدين لما اجت الكهرباء كل شيء صار. طيب الاثاث تبعكم كيف كنتوا تجيبوه من وين؟ في نجارين عندنا في نجارين مناجر كبيره يعني طبعا في وشو اسمه ربوخ وكل شيء ودنيا أكثر من منجرة كان؟ أكثر يعني محددين. احكي لي عن المناجر وين كانت موجودة؟ المناجر عندنا غربية البلد وحتى كان عندنا الحداد على الكور الكبير ورا لما سووا الحديد وما الحديد. نعم. الدباغة يدبغ الجلد دباغة كم محل دباغة كان؟ دباغة مدبغة واحدة كبيرة صبغ الأواعي كمان لا لا من ناحية هذا بس ايش ما كانش احنا عندنا بالرملة زي المجدل نور ونسيج ما كانت تكون اهل المجدل هذلاك للنسيج طيب بدي اسالك هلا عن الجراجات حكينا عنهم الجراجات موجود مثلا شركة البساط إلها معلمينها إلها كراجة خلقت ميكانيك يجوز در هذا اقول لك ما تعملتش معه فيه. كان عندكم عيادات صحية؟ عيادات صحية طبعا للحكومة وفي بعد دكاترة يعني فاتحين ببيوتهم يروحوا مستشفى كان في مستشفى لا يعني مستشفى يعني زي يعني يافا كان فيها مستشفيات كثيرة مثلا يافا مستشفى الفرنسي طيب المستشفى بالاخير الدجاني موجود لهالية مرة اثنين طيب الرملة ما كان فيها مستشفيات بمعنى حكومة مستشفى الحكومي بس وين كان بعيد عن الدير؟ مش كتير يعني كله بوسط البلد زي ما تقول ابو كيلو كيلو ونص عمرك فتت وتفرجت في كم طابق كم طابقين بقى كان طابقين حتى بقت الشساتر في ارمنيات سيسترز اللي كانت ارمنية بقى ممرضات كان حتى مضمد مصري بتذكر تعرف ما هو كانوا بالاول بلوش يعني ممرضات زي ما تقول تبقى اغلبها شو اسمها ارمنية نعم ما العرب كانوا محمضين ما عندهمش
طب بتتذكر اسم أطباء، أسماء أطباء من المستشفى؟ يعني كان بالحكومة وبريت عيادته، قلت لك وماتين الدكتور متسيان أرمني، هذا كان بالحكومة وكان يشرح كمان، وبقى يحكم برا بريت عيادته وأنا كنت أتحكم عنده. كان له عيادة خاصة؟ نعم، على حسابه ويحكم. أخصائي إيش كان الدكتور متسيان؟ الدكتور عام هذا بقى، طبيب عام. طبيب عام طيب والجبجي بقى دكتور عيون، إبراهيم الجبجي. إبراهيم الجبجي من الرملة؟ من الرملة. هدول كمان عائلة الجبجي مبينين عندنا. دكتور عيون. دكتور عيون. طيب من هون انطلق. وبقى عندنا غريب دكتور عيون، بس هو من حمص منفي على أيام هذا، الدكتور الشهابي الله يرحمه، بعرفه ماتين وطلع ابن الدكتور وابن ابن الدكتور. هذا الدكتور عيون ما اجاش عندنا زيه. من سوريا؟ من سوريا، من حلب حتى مغار، بقى طردته على أيام فرنسا ويعيد عليه بقى أبوه يروح عليه. طيب العيادات الصحية؟ وبقى من دار عندنا ألماني كمان، دكتور دكتور ألماني؟ ألماني وعنده ترجمان بعرف، وبقت بعدين يطلع على عيون آرا عند اليهود. طيب يعني خلينا بالدكتور الألماني، بإيش كان مختص؟ ولا الألماني عام يروح ما طبيب في شيء، تروح يوصفك إذا بدك بدك لا سمح الله عملية، طبعا بدك ترجع للحكومة. وين عيادته هذا؟ بالرملة كان. وين بالرملة؟ على الشارع العام لقدام شوي، الشارع العام قريب ل قديش بعيد عن إقبال الدير اللاتين لغار. إقبال الدير اللاتين يا زلمة كان دكاكين صف، هذا سوق تجاري حجر اللي يحبه قلبك. الشارع عريض، شارع الرملة هذا الرئيسي، تخشه طوله بدك تقول من اول ما تخش الرملة من عند المحطة ام كلخة، من اول عامر لغاية ما بدك تخش سرفند. نعم. هناك حتى بقت بارات حلوة للجيش البريطاني، واحدة اجنبية هي عاملة بار للجيش البريطاني. هذا كان كله هلأ تعال شوفه فيش كله عمار. البار هذا تبع للجيش البريطاني هذا ما كانش مسموح للعرب يدخلوه؟ مو دخلوا. وباركس عندنا هدو سووه دار فزع، بار منظم وكل شيء والدنيا، هذا ريكس انهد. اسم البار ريكس؟ هذا لجماعة اللي دلك علي. نعم، بار ريكس. ريكس ملكهم الأرض وكل شيء، هذا بنى على الطرز الحديث قبل ما نطلع لدار فزع. طيب. وخمرات بقى فيه عندنا. نعم. عادي يروح يشرب. مثل المسيحي يخش يشرب. نعم. يقعد فيها مش فيها البيع، يحط بالكاس بر ما إلهم عنده. وين كان هذا؟ مع الشارع الرئيس. الشارع الرئيس. أكم محل كان؟ واحدة لدار فزع، وواحدة لدار أبو زباني. نعم. وريكس بقى فوق. نعم. طيب احنا نرجع للعيادات والمستشفيات، هاي اللي تذكرت لي اياهم هذول، اللي كانت تصير عنده حالة صعبة كان على المستشفى على الصحية يقولوا. طيب إذا الحالة ما في إمكانية لعلاجها بالمستشفى الحكومي عندكم؟ على يافا. على يافا. كان وضع الطب متقدم أكثر هناك والمستشفيات؟ لا، مستشفيات أكثر وعالم أكثر. ويافا أرقى شوي. واللي مش موجود موجود، غاب بحر. عرفت عليك كيف؟ كل شيء فيه. نعم. كنت تروح على على المستعمرات الإسرائيلية للعلاج أو؟ لا، أنا بالنسبة لي لا، بس بعض الناس يمكن ما بعرفش. يعني كنت تسمع وين كانوا يروحوا؟ على وين؟ يعني يقولوا له روحوا على عيون آرا، في يهودي كويس يروحوا. وين بتيجي عيون قارة؟ هذا عيون آرا فوق زي ما تقول رخوبت. وين؟ هم بيقولوا له عيون آرا بس هي رخوبت. وين قريبة على ايش؟ قريبة على اي قرية؟ انت اول ما تطلع من الرملة ورا سرفند. حتى قريبة على سرفند يعني؟ من هنا. مو هذا سرفند اكبر كم بفلسطين، له 7 ابواب، 3 ابواب على العرب بقيت ابواب على المستعمرات. نعم. هذا انا اشتغلت فيه كم سرفند. نعم. شايف كيف؟ كم لا يستهان فيه. الجيش البريطاني. هذا سلموا لما طلعنا بأسلحته بالدنيا كلها لليهود. وعائر شرحه، أنا اشتغلت بعائر.
طيب هلا لو بدنا نروح على موضوع ثاني، السجن المغفر، كان عندكم سجن أكبر مغفر؟ سجن كان عندنا بين الرملة وولد بالاسم أنا بقيت فيه، اللي كنت أشتغل بالسبني. هذا بكل بلد في مركز بوليس بالرملة باللد على الحدود، هذا بنوه الجيش البريطاني الحكومة الإنجليزية بسنة 1945. يعني كان عندكم مغفر أنتم مركز بوليس؟ هذا أكبر مركز بوليس. بس ما أول كان قبل ما يبنوه في وسط البلد زي الشرطة فيه قبل ما ينبنى، أنا هذا بال 36. بال 36 كان مغفر صغير يعني قصدك؟ على الشارع العام، مش مغفر، هيك في محل عاد بقينا نقطع. هذا صحيح لها النقطة، إيه ما هو القافلة تمرق من عنا تودي مؤنوين لليهود للقدس، ما بقول لك إلا تمرق من الرملة قافلة على القدس سيارات. طب احنا نتصدالها ناس صغار بالحجار، اللي معاه سلاح معاه فرد يطخ عليها كويس زي ما كانوا يحطوا السلك يحطوا. قامت بذكر انا شو زلقه شو السلك شو قصة السلك على الازاز مشان ما نضربش، وعلى البساط كانوا يحطوا احنا نرجب، وانا بالاخير تصير معي فرد تخيط عليها. المهم بالستة وثلاثين شني قام مرأة من سكنة فانوس القافلة محملة كلها بيض وحليب، هذا انا شاهد عيان عليه بالستة وثلاثين، ولد ضربوا عليه من سكنة فانوس. مين؟ العرب. كنا معاه فرد طخ ولد، عرفوا انحرقت هذه عند المنتزه توصلت هناك. ليش بقاش مبني المغفر؟ كلها أزناط حليب وبيض. قام طرقوه بإجره لليهودي، هرب اتخبى بالمغفر وحرقوها كل اي تصورها لفلوتي. مك كبير طار البيت الطاير والدنيا وحمامين الجيش البريطاني وراح انحرق. ما كانتش فيه كانش كهرباء، وراحت هذه بدايتها بالستة وثلاثين. وصوروا الفلوتي، هذا بتذكر هيقبال حتى ما بناخذ الكواشين الشارع العام الرئيسي بعدين قبل دائرة الطابو. ايه هيقبال بتاعت الطابو والمنتزه. اذا هذا المغفر اللي بتحكي له عنه لا قدام جنب دير شو اسمه هيقبال بتاعت الطابو، وهناك كانت عندنا وكالة سيارات لدار الكتة. نعم وكالة سيارات لبيع السيارات. هذا شارع رئيسي، شارع الرمل الاستراتيجي بقول لك عنه. نعم. مش شارع يعني تستهان فيه. طيب هذا المغفر بعدين غيروا موقعه، انبنوا بنوا موقع في كل بلد، في بيت دجل باللد بالرملة بين الرملة واللد مستعمرة كبيرة. طيب الجديد قديش بعيد عن القديم؟ قديش بعيد عن وسط البلد عندكم؟ ما انا بعيدة ولا اشي، يعني زي ما تقول اللي بين جنب على طريق بين الرملة واللد نص الطريق ابو كيلو ونص، واللي بالرملة بوسط الرملة بالشارع الرئيسي اللي لما اخذنا يعني اللي انتم تابعين له المغفر هذا كان هذا سجن كبير. شو اسمه كان؟ هلا اللي محبسين فيه سجن الرملة بقولوا له بين اللد والرملة اكبر سجن هذا. نفس المبنى اللي كان بهذيك الايام هو نفس بس الحالة. وسعوه اكثر والطريق من وراء. لهلا في شيء بلاوي، هذا كانوا يحبسوا فيه كمان من اليهود ومن الدنيا ومن العرب الانجليز. انا بقيت فيه سجن عالمي هذا ايام بريطانيا. بس هلا طبعا توسع قد ما هو على ثلاث مرات. مع اليهود والطريق من خلفه شفته يعني بمرق من وراه اللي. موجود وتاع الرملة بوسط البلد يبقى ضربوا زبانية بس مش بكبره. طيب انتو هلأ لما كنتوا تشوفوا البريطانيين غير عن انكم تشوفوهم بالمغافر، كيف كنتوا تشوفوهم؟ يعني لما تشوف البوليس البريطاني، البوليس البريطاني وفي بوليس العربي اللي راكب اللي هو فلسطين بوليس. يعني لما بتصير مشكلة او بده اشي او مطلوب ما بيجي لك الانجليزي، ببعث العربي، ببعث البوليس العربي. بيجي البوليس العربي ببلغك عليك كذا كذا بطلب بتروح مثلا او مسوتوش او شكوا عليه بتيجي عادي بيصير محكمة ياخذوه على المغفر. المغفر بحبسوش الا ما اول المغفر الجديد. جديد هذا ولا قبل احنا عمرنا راح عليه هذا كل شيء. طبعا مغفر وفي سجن وكل شيء وفي محاكمة وفي عدل وكل شيء. طيب على ذكر المحاكمة
كان في عندكم محكمة طبعا في الرملة، ولا ومحكمة شرعية ومحكمة نظامية ولا؟ المحكمة الشرعية والنظامية هذيك إسلامية موجودة، من ما لهاش علاقة فيها بريطانيا. أنا هذا اللي بقصده. لا هذيك ما لهاش علاقة فيها، هذيك لكم محكمة شرعية موجودة ما لهاش فيها علاقة أبدا. وين هاي المحكمة الشرعية موجودة؟ بالرملة كانت، إلا محل تعرف وفيه لجنة وكل شيء ودنيا، بس لما بدها تتجه لأوسع تتدخل الحكومة. لا نحكي عن المحكمة، كان فيها قضاء، طبعا كان في تتذكر اسماء محامين؟ لا لكن محامي كان والله من التاجية بعرفش كذا، من الفاروقية بقى عنا او في اغراب، بس ما دخلناش به ساعة وعزنا. المسيحيين كيف كانت المحكمة تبعتهم؟ عن طريق الكنيسة. محكمة كنسية يعني؟ ابدا فيش. وبعدين بالقدس الرئاسي، يعني لما تتصل ولا يمكن، فيش حد ربط عنا، صعب كتير بقى، مش حيالله، مش زي هلا شوربه. طب يعني احكي لي، هلا مثلا اختلفوا اثنين من الطائفة فيش المسيحية؟ اختلاف عنا، ما بتقدر تفلتها الا بثلاث اشياء. كيف يعني؟ تثبت عليها او بتشخ تحتها او مجنون، وغير هيك ولا يمكن. وبإثبات. طيب اوكي. مش تيجي تتهمها زي هلا تقول بديش اياه وكذا ودنيا. لا المقصود انا انه يعني الخلافات اللي كانت تصير مثلا كانت تكون في محكمة كنسية يعني داخل الدير، تصير المحكمة على القدس المرياسية الكبيرة. يعني مباشرة ينزلوا القضية تبعتهم على القدس. طبعا مش شغلة وتقعد سنين ولا يمكن. طيب هلا شو ربو؟ ايش املاكك كانت؟ يعني لو بدنا نحكي عن املاكك انت الشخصيه واملاك والدك. انا املاك والدي، انا يعني شو طلعت له، انا جيت له، ابوي اشترى وانا بحياته كان له بيته عزابي، طبعا هلا انهال، بعدين اشترى بيت تنين أظن ثلاثة تعرفوا قدما هي، عمرنا واحد بال36 معي كشانو، نعم، بسكنة الوهاب، هذا عمار على وقت حتى كان شمينته بنا نظيف، أظن دلم نص دلم الأرض بعرفه. يعني لما أنتوا لما هاجرتوا بال48 طلعتوا من البيت اللي بسكنة الوهاب؟ لا القديم اللي تحت اللي بالبلد. واللي فوق ايش كان؟ ليش؟ هذا كان مأجر. اجرته. وفي واحد ثاني كان مأجر. اجر رمزي بقى، شو اجران؟ بس كان الملك شو متر الارض ببلاش الا ربع. نعم. طيب بدنا نحكي هلا عن موضوع مهم اللي هو الاحتفالات والاعياد الدينيه. تحكي لي عن اعيادكم الدينيه، اشهر اعيادكم الدينيه. الدينيه يعني عدم المؤاخذه، لما كان يصير خميس البيض هذا ابتهاج كبير، نلعب البيض نقامش ونصف، يعني احكي لي بالضبط كيف كنتوا تعملوا. يصبغوا البيض ويفرقوه. نعم. ويعملوا الكعيه وكل شيء. الحاره تاعتنا مسلمين، مسيحيه تعيد علينا. نعم. فش واحنا نعيد عليهم ونعطي الاولاد عادي. فرحنا فرحهم، كرهنا كرههم، ما فيش. ويصفوا على باب الكنيسه معنا. غير خميس البيض ايش في كان عيد؟ عيد الكبير، عيد فاضي النور، نجيب النور من القدس. بقينا يعني يطلعوا الكبار لما مشان يضوا الكنايس. باي تاريخ بصادف عيد فاضي النور؟ نعم عيد فاضي النور صار شو اسمه عيد السبت للنور، ساعة ما صلب المسيح. نعم. ولما بقوم بفوض النور. نعم. شايف كيف هذا؟ بنقول له فاض النور. نعم. طب كيف بتحتفلوا فيه؟ بنحتفل فيه هذا. كيف طريقة الاحتفال فيه؟ الصلاة وكل اشي، بنجيب النور من القدس. نعم. بنولع الكنيسة. بنقول فاض النور وعيدنا هذا قابر سيدنا. سيدنا يسوع المسيح، المسيح اتانا في دمه اشترانا. يا يهود يا يهود،
عيدكم عيد القرود، عيدنا عيد المسيح، المسيح عشانا وفي دمه اشترانا. هذا كنا ضد اليهود. نعم. شاهد. وبعد ما سبت النور تضرب الجراس وبمدحوا وبتعرف نمدح. طيب كان في فرق موسيقية تعزف؟ لا ما كانت موسيقية. تراتيل دينية؟ لا لا تراتيل بقلب الصلاة. عند الروم ما كان في جوقة يعني في لا عند الروم لا. عند الروم لا، أما عند اللاتين في جوقة وفي بيانو. الروم تلاتير شايف كيف، ما كان في جوقة بالوقت هذاك. أما اللاتين في بيانو وفي جوقة وفي أكورد. أما الروم لا. بس طيب اللي كانوا يعزفوا بالجوء من اولاد الرملة وبنات الرملة؟ طبعا طبعا. ما كانوا يجوكم من برا؟ لا 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 لا. شو الحريقة على عيد الصليب لما نحرق ديزنجوف اليهودي، نحرق دقن اليهودي. كيف يعني هذا؟ هذا بقينا نحرق، نلم قش شهر ونجمعها بمكان نحرق ديزنجوف، يعني قعد شهر شباب وولاد نعمل قد هالبيت الكبير كله، هذه حريقه ونقول حرقنا بجنقوف اليهودي. هذا على عيد الصليب. طيب احنا ناخذ استراحه ونستكمل بعد شوي، يعطيك العافيه. السلام عليكم. احنا الان ما زلنا بنسجل في الحلقه في بيت السيد ابو الاولى في الاشرفيه في عمان. هذا الجزء هو الجزء الثالث. في الجزء الثاني كنا نحكي عن الاحتفالات الدينية وبدنا نستمر. ايش بتحب تحكي عن الاحتفالات الدينية؟ تضيف اشي معين؟ الاحتفالات الدينية ما قلت لك كنا نحتفل بعيد الكريسماس، يوم دفنه ويوم قيامته. عرفت انت علي كيف؟ في عدة اعياد زي ما تقول، ونضل نصلي. إذا بدنا نعيد العياد، عياد كثيرة، بس نعم. أهم شيء العيدين وعيد الشعانين والدنيا وهذا. نعم. الاحتفالات الإسلامية شو بتذكر أشهر احتفالات الدينية الإسلامية؟ عندكم أنتم خميس البيض، شايف كيف؟ والعيد الكبير. نعم. ساعة ما بروح على الحج هذا. نعم. على أيام. طيب، بدنا نحكي عن موضوع مهم اللي هو موضوع الزواج. فيك توصف لي يعني حالة زواج بتذكرها بتفاصيلها، كيف تمت عندكم بالرملة؟ الزواج أنا حاضر يعني لإخوة اثنين إلي وأختي قبل ما نطلع. احكي لي عن عرس واحد، كيف من 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 بدايته، من عند يعني طلبة الإيد؟ عندنا سواء أخوي أو بحكي لك عن أختي أنا يعني كمان. نعم. بالأكثر قبل ما نطلع. هي طلعت عروس وعيدها بنت. نعم. طبعا عندنا لما بيجوا بطلبوا وعارفين وواثقين من حالهم وبيسألوا. شاب بده يتقدم مثلا لبنت الناس بده يكون مبين وبيبقى عارف على مين، يعني كل انسان ما بياخذ الا من توبه. نعم. فبتيجي اول نسوان بتطلع بتنقض او بشوفوها او كذا، بس كان الاشي للابو والام. الكلمه النهائيه. الكلمه النهائيه. نعم. للولد شافوها وعجبتهم ما إله داعي. شو بدنا بالقديم ما كانش يشوفها هذا. بدي أحكي لك على وقتي أنا لأختي، وكانت ما تحل ولا تربط أختي. فبيجي وكانت أختي صغيرة وأخذت جوا، ما قلناش نعتبر هذا صغير يعني، بس يكون ابن ناس. كانوا يزوجوا بأعمار صغيرة بشكل عام يعني؟ إن شاء الله مع أمه وأبوه. لا الأعمار، أعمار البنات. لا بقوش يختبروا بقوا يعني، تبقى هي صغيرة هو كبير يعطوا، بس في بعض جماعة يطمعوا على مال. لا اللي بقصده أنا إنه البنات كانوا يعني سن الزواج أي سن كان؟ يعني 16 بقوا يجوز، 17 يجوز. أصغر من هيك كانوا يجوزوا؟ لا عندنا لا. ما يصيرش. أما بجوز عندكم كان يصير يعني عند الإسلام كان ممكن يجوزوا؟ كان يصير ممكن ويأخروه. نعم. إحنا عندنا حتى هلأ بالوقت الحاضر ما بعطوش 16، بس بعطوا. خلص طالما أبلغت بعطوا. يا تفضل كمل. طبعا بيجي أمه بيجي أبوه بيشوفوا عجبهم كذا بطلبوا. إذا بدهم إياهم وكل إشي مثلا بقول له بصير خير بنشوف، وإذا ما بدهمش بقول والله الدين مطلوبة. نعم. يعني مشان يبعدوهم. واللي بده بضلوا يجي وراقب وكذا، وإذا كان بقول لهم بنشاور بيسألوا عن العيلة كذا بيجتمعوا. ما في شرط ولا بطلب ولا اشي.
في شيء بدي اشوفها يقعد معها يسوي حكي فاضي هذا. لا حتى يعني قبل ما نطلع يعني كان شويه بس في ناس متعصبين وفي ناس مش كلنا واحد. نعم. بعتوا مثلا شافوا سألوا عنده بيته عنده أهله عنده أبوه ولا بطلبوا منه أي شيء. بيجي بيقول لهم إيش بدكم؟ مش بيشتري لها ملابس؟ هذا ما هو بيجي بيقولوا له شو اللي بدكم إياه إحنا حاضرين؟ نعم. بيكسي طبعا بالذهب من دنيا من كله من هذا وعارفين البيت وكل شيء وبيجهز وكل شيء وبروح وبيجي أما طلع معها يسوي كذا هذا ما فيش منه كذا. نعم. أبدا. طيب كان يصير في حفلة معينة؟ طيب نحكي كيف يسوي؟ نحكي عن أول حفلة بتصير يعني الخطوبة كان في الخطبة هيك بالدار بسيطية يجيبوا ما فيش إشي ويضيفون معمول والدنيا ما فيش لا حفلة ولا زفاف ولا 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 ولا. أما في كانوا يجيبوا يقولوا عنها الجناكي من يافا. بالخطوبة؟ لا على العرس. لا بالخطوبة تكون إذا لا بالخطوبة هيك التلبيس دبله وكذا ويجيبوا الخوري وخلص. نعم. ويفرقوا حلو. هذا بالأول. يجي الخوري بالخطوبة؟ نعم. ولا بيجي الخوري رباط هذا. نعم. مشان إذا بصير إشي بعدين خلوا الخوري. بس مش زعيمكم صارت مكتوبة صارت مرته لا هذه خطبة تجربة. في إمكان تصير تبطيل. نعم. بعديها بتعرف بتم العرس زي ما تقول. العرس الرئيسي كيف العرس؟ بيصير العزومات بكروته وكل اشي وعلى الكنيسة بس مش الكل كان يعمل يجيب جناكي في ناس متعصبين مسلمين كانوا يجيبوا مسيحية جابوا بيجيبوها الجنكية هي بتجلي بيبقى قاعد مجهزها وحط الذهب وكل شي ودنيا فيش كانت ايام الدار قريبة والبلد قريبة يجيبوا العريس من بيته لباب الكنيسة بزفة نعم مسويين الدنيا وكل بيت بمروا عنه بيطلعوا الشراب وبضربوا اغاني مواويل وبيحيوه وهلم مجره. طب كيف الزفه هي كانت ماشي على الاقدام؟ ماشي على الاقدام. طيب تفضل. على الاقدام وهيك العالم من بيته ماشيين من بيته لباب الكنيسه بيغنوا له الشباب بيغنوا له كل بيت بمروا عنه بيطلعوا له الشراب. العروس بهذا الوقت لا مش معاه العروس العروس بتبقى بيجيبوها بعدين على الكنيسة. كيف بيجيبوها برضو؟ بيجيبوها بسيارة إذا كان بعيد السيارة. إلا يجيبوها بسيارة لازم سيارة حتى لو كان قريب؟ لو كان قريب يجيبوها بسيارة طبعا بنقلوها بسيارة للكنيسة للكنيسة وهذاك بوقفوه بمره ظلوا واقف بصيروا يمزحوا معاي نكتوا كذا كذا إلا بتجيب على الكنيسة بمره بكللوهم. نعم. بسلك كانوا يفرقوا ايام ناس معمول ناس غريبة عرفت في قال يسووا بالصين يجيبوه من مصر. نعم. بعد ما يخلص الكليل وكل اشي جميع مش كلها ما فيه وحضر بالصلاة عالدار عالاكل كل اللي حضروا عالدار تبقى الفران جميع سبع عجنات ثمان عجنات تعجن وتسوي والفران يخبز مين يسوي شوف لوين اللحام اللي بتاخذ منه طبعا يبقى جايين احمد ويقول لك جميع الذبايح لي بلاش على حسابه يعني الذبح بس الذبح ما هي تجيك حموله غنم ورز سكر نقوط نقوط هذا طبعا ينقطوا ويشب مصاري النسوان الحارة كلها الكبار يتعهدوا للطبيخ والنفخ موائد تبقى برا وتسوته كبيرة ويسووا عدة الأكل ويستأجروا ويمدوا ويمدوا الأكل والجناكي تيجي بهذا الوقت؟ الجناكي بتيجي بعد الصحراء يتغدوا ويخلصوا عند المسيحية ويقوم الغريب اللي بده ينقط ويقوم في بعض ناس يحطوا المشروب على شقة الرجال في الأبريق تشرب عرق ماذا يصير هناك مدح فيش غريب مواويل تبقى الجنكية جاي هذا عند المسيحية وعند الأسلام بس عند الأسلام بيبقوا النسوان لحام عند المسيحية بس الأهلية بيبقوا عاديين قرب ما بين بتضل تشلح بدلة وتلبس بدلة تيطلع الضوء
وهي قاعدة معاه ومفصلين البدلات للصبح للصبح وهي ترقص ترقص بس بتخدرها اللي شو اسمها الجنكية. الجنكية اللي بتغني وبتسوي وبتدق على الدف وبيغنوا الجنك، بس هي بتغش بتلبسها البدلة وبتجيبها بتقعدها بجنبه. جنب مين؟ جنب العريس بقاعد يعني هي بترقصش. اخر اشي بترقصها البيدوي، بحملوها سيف لابس الاسود ومنقطه بالمنوخيه وكل اشي. كل بدله الها خلعه، يعني بدقوا لها موال تاع كمانجه وتاع عود وكله جايبين هدول من يافا، بس مش الكل كان يجيبهم. نعم. طيروحوا شوف لوين شربوا، بنقطوا مصاري في نامي اللي بخمسه القريب، هذاك بليرة، هذاك بخروف، شو بقى الخروف؟ اكياس الرز تحمول اشي بلاهم. تيروحوا ونروح الكل، امها بتضلها عندها. هو فيش كان شهر عسل. بصبح بخدها وروح كل بده يدخل عليها، بتروحش امها. بدخل بيجي بناولها المحرمة. نعم. فيش منه اليوم. نعم. تمسك قدام عيلته. واهله بتمسك المحرمة وبترقص فيها. هذا شرف يعني. نعم. انه انا اخذتوها بنت بكر. نعم. في منه هذا اليوم؟ نعم. في منه هذا اليوم؟ لا طبعا هلا طايره خلف الله عليك حي اصلكم اشي بتيجي مروحه. طبعا بعد ما تروح كل اشي في الها افراد عند اهلها. ممنوع تطلع. بيقوم ابوها بيعمل لها رديه. ما بتطلع ولا عند انسان، بتنزل على الصلاة بتصلي من الصلاة وين؟ على بيت ابوها بيعمل لها فراد. شو المقصود فراد؟ الفراد بذبح ذبايح وكل اشي وبيعزم كل ايش؟ اهل العريس. نعم. بيجوا بتغدوا عنده وكل اشي. طبعا بقوم ابوها بنقطها كمان واخوانها بنقطوها غير هداك. نعم. يعني واذا كان هو مبسوط اشي زي ما سوينا احنا شو بدنا بغيرنا؟ قديش هو حط ذهب وابوها كويس بحط قد ما حط العريس ذهب، لانه بقول لك هذه لها حصه زي اخوتها ابوها. كان ابوي ميت انا احنا حطينا قلنا هي، فمش كل الناس واحد. بعد ما سوينا الافراد احنا بصير بده خالها عمه اشي بصير تفر وين ما بده بيعزموه بروح، اما قبل ما بتروح الا عند ابوها. هذا كان العرس عندنا ونقطات زي ما كل شيء سدد ودين. نعم. زي ما بتجيني بجيك. أكيد. اليوم غير. طيب الحج عندكم كيف كنتوا تحجوا؟ القدس. كيف طقوس الحج؟ طقوس الحج كل ما بده بروح على القدس بحج بصلي وبندر. كنتوا تعملوا له حفلة معينة للشخص اللي بده ينزل على الحج ولا؟ كل ساعة احنا عندنا حج. كل ما بتصلي عندك حج. يعني احنا كل ما بتزور القيامة انت مبارك. نعم. شو يعني؟ لا قصدي الشخص اللي بده يروح يحج يعني كان ينعمل له. لا لا مش ينعمل له، بيروح بيجيب هدية أول مرة. زي ما تقول أجا ملسه منه بوصيه يزيدنا، جيب لي مثلا أزازة زيت من هناك، جيب لي هذا بضل بيجيب. كل ما أراد بروح بحج هنا. نعم. على القدس وبزور كل الأماكن المقدسة. نعم طبعا. لما كان يموت حدا كيف كان يصير بيوت العزاء وهذا؟ طبعا كانت لا منادي ولا إشي. كمسيحية يدق الجرس، بلد بقت صغيرة يعرفوا في مية دقة الجرس؟ طبعا يدق الجرس تاع الكنيسة. نعم. ما هو الجرس حزيني معروف. يقول ابصر مين في مية، يسأله خلص الطيط بالبلد فلان مية. ينتشر الخبر بسرعة؟ ينتشر الخبر بسرعة انه فلان مات. ابدا. وطريقة الاعلان عنه عن طريق جرس الكنيسة بس. نعم. يجي على هذا وبتعرف مندري واحد الكل يضرب بلد صغيرة وعلى القهوة بس يشوفه يجيبوه على الكنيسة. جميع الحارة مسلمين مسيحيين لا تطلع بجنازته. يعني أول إشي المتوفى كان ينتقل يروح على الكنيسة؟ طبعا. على كنيسة بيصلوا عليه بيصلوا عليه وبخلصوه وبأبنوه
وبعد ما يخلصوه بودعوه هناك، بعدين بحملوه وبطلعوا معاه على المقبرة. كانوا بالأول يطلعوا النسن المسائل شو اسمه إزلام النسوان، إحنا ما بتطلع عنا إلا تاني يوم، هيني بطلعوا. بس لما بطلعوه من الكنيسة كلها إزلام بحملوه على الأكتوف من باب الكنيسة، وبتبقى زي ما تقول شخصيات الكنيسة يعني الشيوخ والإشي والعادة حاملين بساط الرحمة وكل إشي بأبنوه وماشي قدام منه ماشي. إلى ما يجي هناك بيبقوا حفرين للقبر بطمره وبصلوا عليه وبروحوا. فبقى لما يروحوا العزاء ثلاث أيام أهل البيت ما بطلقوا، الأهل تجيب مثلا بس لأهل العزاء. نعم. ابن عمه جاره غريبه يطبخوا لهم ويجيبوا لهم. نعم. يعرف قديش عددهم. كان يقعد العزاء ثلاث أيام؟ ثلاث أيام، يعني ما بصيرش أهل البيت يطبخوا. ولا هم بكلوش. بس إذا جاي من برا ناس، حتى لو جاي غريب ابن عمه من برا ما كان ينطر، بس بضلوا مشان يجابر. نعم. يجيبوا لأهل البيت. يجي يسألك يقول لك في حدا متقدم شيء، يقول لك أنا اللي بدي أجيب اليوم. نعم. تعرف يجيب لك. ثاني يوم شرحه، ثالث يوم لا، بعد ثالث يوم بصير من هنا فيهم. نعم. يعني يجيبوا. ما هو كله سددوا دين. نعم. شوفوا بقى اللي بدهوش يجيبوا قهوة، دخان، سكر. نعم. عرفت علي كيف؟ هذه العادة. بعد ما دفنوا سلمة سلمة خلص، يعملوا التاسع والثالث والأربعين. اليوم بضربوهم كلهم بجمعة واحدة. بالأول كل إشي بوقته. الثالث ثالث، التاسع تاسع، الأربعين أربعين، نص السنة نص السنة، السنة كاملة. نعم. وبقوا بعيد من هين بعيد من هين، اسكنوا صغير ولا يمكن يغيروا الأسمر إلا بعد سنة. الثالث شو يعني شو يعملوا فيه لما نقول الثالث؟ الثالث يعني ثالث يوم. أنا بعرف إنه ثالث يوم. في ما هو بيعملوا الأكل والرحمة عن روح. الأكل والرحمة. آه. باليوم التاسع. التاسع برضو شرحه. والأربعين شرحه. برضو الناس بتيجوا. آه يعني. والنص السنة شرعه والسنة. نعم. وهي بس اليوم غير فشهر اليوم كيف صارت غيرة وحسد، سواء بموت أو بفرح بخدوه. طبعا مات الله يرحمه، بيسأل طبعا الخور بدك تدعي اللي جايين. في ناس كانوا صغير ولا يمكن كانوا يأكلوا من أكله أو يشربوا أهلته، يقول لك هذا شاب. شوف العادات تقريبا. أما إذا كان زلمة كبير يقول لك ناكل، شبع من عمره أخذ وقته. نعم. شوف المغزى لوين. هذا يقول لك أنا جاي مشان آكل، بس هذا شاب. اليوم لا، بدعوهم يعني عيب أقول لك بيجوا نصهم للأكل. نعم. هو إلا بالأول لما كانوا يدعوهم أو يجي، إلا الغريب اللي مش من ابن البلد يقول لك جاي مشان آكل. فهيني بقول جميع من ما اجى وحضر يتفضل على القاعة، وماخدين قاعة. نعم. وشوف شو بتكلف. طبعا في قرايب بيجمعوا بركي مش قدرته. نعم. انا بقول، ومرة اعترضت على هالحكي هذا، قلت لهم بدال وانا هلقيت بقص اولاد الموتيت يتبرعوا فيه لايتام كذا، ولا يجيبوا، اللي بيجي يشرب من جنة. نعم. العالم مش جوعانة ومش فشخرة، هذا سواها ناس. طولة العمر لك. لا، ما هو هذه جيب من المقبرة بتكلف ألوفات هذه. نعم. وعلى إيه؟ حتى الدفن ألوفات، اللي بقبط، اللي بيسوي لك، اللي بيعمل القبر، الدنيا. بالأول ما كان هيك. طيب بدي أسألك سؤال، الأندية اللي كانت موجودة، شو أهم الأندية اللي كانت عندكم؟ وين؟ كان النادي الأرثوذكسي عندنا. كان كشافي وكل إشي. كان في فرقة كشافي. آه. كان في فريق رياضي؟ نعم. ايش الالعاب الرياضيه اللي كانوا؟ كان عندنا البينج بونج. نعم. نادي محترم انا كنت يعني فيه. التنس، وبتعرف يقعدوا في نادي يلعبوا دومنا كذا، اللي شو اسمه. كان في فريق كره قدم تابع للنادي طبعا. مشهور هذا الفريق، كان يلعبوا مع يافا. نعم. بعدين ما فيش مثل المسيحي، كان معنا مسلمين وكان مسيحيه مع المسلمين، كان في فريق كمان للمسلمين بقى. نعم. لا. طيب خلينا بالنادي الأرثوذكسي، غير يعني مثلا كان في فريق ملاكمة، كان في فريق مصارعة. يعني ملاكمة ما كانش كثير، بس كان له بداية، وعملوا قبل ما نطلع بإشي بسيط فريق تاني غير الأرثوذكسي، إنشاء
يعني صار سواء ما تمتش الاشي ما هو بتعمل هي عندما اجت بدها تعمر خربت لما اجت بدها تعمر ايوة خربت ولا هو ما كملتش كنا متأملين احنا بس ما فكرنا. طيب كان عندكم فريق كشافة فريق كشافة زي ما بدك في من الكبار ماتوا كانوا لما يطلعوا ولبس زي ما بدك كنت في فريق الكشافة هذا؟ أنا لا ما لحقت كان زمان أخوي كان فيه الأخو اللي كان نينيت معاه هذا الدنيا في كان للاتين وفي كان للروم إشي فوق الحد يعني كانت الكلارينيت يدقوا والدنيا ما بقوله بالأخير هذا صار إشي فوق ما بتتصور كشافة كشافة على مستوى عندي وإسعاف إلهم واطلعوا سيارة إلهم للضعيف اللي زي ما هذا يطلب بس الكشافة زي كيف تطلب الدفاع المدني ويزوروا البيوت مثلا اللي حالته مش بدأ وإشي وكذا وصندوق للفقير نعم بالنادي يشوفوا من ضعيف طب لما ويحلوا مشاكل بتقولي لما كنا بدنا نبلغ حدا وحدا يبلغهم إذا في عنده حالة ويطلب الكشافة كان عندكم تليفونات؟ وفي تلفونات مش عند الكل عند ناس معينين بس أكتر إشي يطلع واحد يقول له روح بس بلغ تلفونات كان عند مين يعني تذكر التلفون كان موجود في يعني عند شكر رزق قبل منا كان في تلفون بالبيوت قليل بس بالمحلات التجارية أكثر من واحد يعني مش كتير ما هو ايه هقول لك يعني الناس كانت اذا بدها تحكي مع مدينة تانية وكان ممكن نروح على هاي المحلات يعني هقول لك كان لما يضيع شغلة او يعمل شغلة كان منادي او حتى اللي بده يسوي يعني عزومة او اشي كذا يطلع ابو الغدار بعرفه واحد ينادي المنادي خلص ابو الغدار من دار ابو الغدار هذا دلال بقى يقولوا ابو الغدار ينادي شخصي بصوته يصير ابدا يحكي الخبر حارة حارتين ثلاثة يزعق من القهوة ما هو يا بنت قولي لأمك الكل يعرف ايش يقول يعني ما متذكر ايش كان يقوله مثلا يعني يقول مثلا في زواج في عرس في صلحة فلان في كذا فلان فلان او فلان عامل غدا عليه يعني كان يحكيها بطريقة ملحنة يعني لا ولا ملحنة ولا ايش عادي صوت عادي يعني عادي صوته كان قوي يعني طبعا زي دلاله طيب نرجع للأندية الأندية بقول لك غير نادي الأرثوذكسي ونادي الروم ما هو الأرثوذكسي هو الروم اللاتين نادي كبير بعدين كانت يعني أندية للإخوان المسلمين كانت الفتوة كانت الإخوان المسلمين شايف كيف كانت النجادي كمان وإلهم مقرات هاي يعني طبعا إلهم زي أندية النجادي كانت طالعة من أيام يافا نعم هذه زي كيف بس مش زي فتح النجادة والفتوة والإخوان المسلمين هذول بيتعرفوا وبقى لهم كشافة وكل إشي نعم الفتوة طيب هلأ إحنا بدنا ننتقل لموضوع كثير مهم بدنا نحكي عن فترة اللي هو القسم الثاني من المقابلة القسم الثاني بدنا نحكي فيه عن النكبة بدنا نحكي شوية قبل النكبة بداية المناوشات مع الإسرائيليين وبدنا نحكي عن ثورة 36 يعني لو بدنا نحكي قديش كان عمرك أنت بال 36 يعني كان يمكن 6 سنين ونص أنا مواليد هي احسب بالله مشان ما نغلطش أنت مواليد 29 مش هيك 29 يعني في أواخرها أنا ما طلعت ما فيش كوشات بس من أخوي الكبير وكذا أنا جيت هنا أسمي نعم رحت على الدكتور بقول أنت مواليد كذا كذا أنت مواليد كذا كذا نعم صبر. الله يرحمها أمي موضوع بأسألها تقول لي يا أما أنت أخوي لا وأنا بشرت فيك لما رحت أجيب كوشان بتاع ما أيامها كانت داية عربية ويجيبوها على الدار تولد يمكن بعد شهر تنين تجيب وتروح والله حتى مرة رحت أجيبه وأنا ما لقيتهوش ما بينش بس كتير ناس قالوا لي أنت مواليد بنخاتش وأنا بتذكر
29، لكن شهر قديش؟ يوم قديش؟ مواليد 29. 29 يعني كان عمرك تقريبا نقول بين 6 الى 7 سنوات في 36. 6 ونص بس وعيها زي ما انت قاعد. طب شو بتذكر كيف كانت؟ يعني انت بتعرف الاضراب كان تصار الاضراب. انا ابن المنطقة، ما هو كانت شوية السوار تضرب باليهود تضرب بالانجليز. عاهو ما قالوا سكري قليل الدين راحت منك فلسطين. شو سكري قليل الدين؟ ايش هذا سكري قليل؟ ما هو مش وقع برميل الشيمنتو بحيفا؟ ايوه. ولقى فيه سلاح اليهود، هي بقت تسوي بالجيش البريطاني كمان مش قليل لانه بقى تتحرك اوعد في الفور، بس كانوا العرب اغبياء. الاسلحة تجيهم والانجليز تجي الاسلحة لليهود والانجليز يهجر فيهم كتير. شو المقصود يهجر؟ يدخل يدخل فيهم يجيب من برا. فلما وقعت الاسلحة بحيفا من حيفا على السماء قالوا هاي بيجي لليهود سلاح. طيب تعرف صار يمدحوا هذه الغنيوة. شو هي الغنيوة؟ ايش بتقول؟ سكر يا قليل الدين راحت منك فلسطين، يا نصارى يعني ويا اسلام يعني يا مسيحية ويا اسلام، ما واحد منكم نيننا من هالناح ومن هالناح اليهود عم تشتري سلاح. نعم. هاي معها سلاح ولعت الستة وثلاثين. انا شني ولد، شو الثائر اللي معاه فرد اللي معاه خلقة برودة؟ نعم. وبقوا يناموا وين؟ في البيارات في المغاير. نعم. ويلبسوا شراويل وإشي. تعرف لما بده ينزل يبين بيلبسوا طرابيش وقاعدين وستتين، بده يطخ يهودي بده يطخ انجليزي بكشفوه بروح. نعم. وزونا قالوا بتخش على القهاوي كل واحد لابس طربوش تمزقوه عن راسه وليهم بضربونا. قلنا لهم قال بتخش على القهوة بيوقف واحد قال بتقولوا حطوا عقالي بست قروش وعرس اللي لابس طربوش لم حالنا أولاد زي ما كيف هلا بيعملوا الانتفاضة. يجي واحد تعرف معاه خلقة فردي وقطع باب القهوة كل واحد شواربه بكتفه زلم وشخصيات لابسين طرابيش نيجي عليه هب ولا نقول له حطوا عقالي بست قروش وعرس اللي لابس كان بده يقوم يضربوه يمد له الفرد هيك يقول له يوقف غلط نمزع الطرابيش عنهم. قلت لي كمان مره ليش كنتوا بدكم تنزعوا الطرابيش عن ايوه مشان يلبسوا كلهم حطات وعقول اللي بالقهوه حتى الثائر لما ينزل من الجبل او من المغاره او من البياره يبقى بحطه وعقال ما ينكشف امره يعني اذا تحت العباية بروده فرد طخ هزم الكل ما ينعرفش مين. شلحناهم الطرابيش يعني طريقه للتمويه على ايوه فنابلس قرأ ومتعلم شو قالت؟ قالت الله اكبر بدكم تشلحونا الطربوش وتلبسونا التياسي. عن مين كانت تميتها عن هي؟ طيب المهم دارت الثوره ابدا. نعم. ينزل بريطانيا عندنا على الضريبه يطخوا. اجا يهودي على الماليه بذكر فوق شو الخواجات احنا بنحكي عن 36 لسه 36 نعم طخوا. لما انطخوا فولوا ضربوا الطوق على قد الاشرافيه بسياج الانجليز ورحلوا جميع العالم فكروا ان اللي طخ لسه جوا. واللي اجى عند ابن عمه عند ابن هذا ونقلوا والسياج انا بوعان عملوا سياج على الحاره هذه كلها. طب هو ضل جوا وراح تعرف صرنا احنا نرجم هم يوزونا على المصفحات. كانت مصفحات للجيش الامن هاك بالك مش جيش حربي. لا مش جيش حربي البوليس الامن البوليس علينا يطخ ارهاب احنا نعذب بالحجار. بالاخير ليش الطويله والعريضه لموا جميع الزلام من كل الطور اخذوهم على طرفهم وسووا مسابح منهم عجم زتونج اجوا بعيد منك يشوف دمه ايش. ليش طولوا هناك؟ طولوا. تعرضوا لتعذيب يعني كمان؟ هيك بقول انا ما كنتش معه يعني تحت بردوش مش قصر بعدين تركوه على سرفند على 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 مش بعرف معتقل تحت ايش قالوا بتعرف زلام كبار وبعرفش قديش المده. نعم. ضلينا برضه نرجم حجار
بذكر الله يرحمه ابن جبجي من اعرق عائلات له تاكسي، طبعا هو مش معهم له التاكسي، تاكسي بينهم، روح وقف وقف، انا ما توقفش، طخوا البريطانيين وحدان الامه ماتت امهم بالهجره. نعم. سليمان الجبجي من العراق العكير، وقتلوا كمان واحد مسلم وهو هارب حتى صار يدعي، ما هو قال بدق على الباب. شوف هذه بديش اقولها، ما فتحت لوش، طخوا من دار بلوط مسلم، هذول كبار وغيره بعدين قرأته. اما اللي بقوا يضغطوه يعدموه من هذاك بالشراوي، وظلت 6 أشهر ما دكان فتحت ولا حدا فتح، يقاضوا بعض ببعض ويذبحوا، خشوا على الدكاكين، احنا من اللي كنا نسرق، يديروا هذا على هذا الجيش البريطاني، يعني يخلعوا المحلات، كسروا المحلات كلها، الزيت على الرز، الرز على العدس، يخربوا. نعم. احنا نطلع اولاد صغار مفتوح الدكاكين تلعبوا ناخذ نجيب. نعم. شايف كيف؟ 6 أشهر ابدا نخبز بالدور، تعرف بقى عندهم اكل واشي، ويعجنوا بالدور ويسووا بالدور وعلى الحطب، وقضوا 6 أشهر ما حدا فتح. يعني انشلت الحياة في هاي الفترة ابدا. واليهود بقى تحصول، يعني التجاوب مع الاضراب تعتبره بالرملة كان كتير ممتاز والمكان وبس الرملة، لا يعني على الاقل بنحكي عن الرملة، احنا الرملة عندها شو بقت تسترجي القافلة تمرق تنحرق بهذيك الفترة، أبدا. القوافل بدها تمر، كل قافلة تمر ما يصير أبداً تأخذ ولا حطوا عليهم زي ما بحطها للخريص، نو أطلع نصد ضدها. نعم. اللي معاه فرد يبقى أنا من اللي طخيت الفرد. نعم. كنت كبير. وبعديها كمان في النجحة يا ربي، مش باللي بال36 لما عملوا الهدنة وبدها تمرق القافلة على باب الواد. نعم. هذه الهدنة اللي ضربتنا بالأخرانية، ولا كانوا 200 و200 لما مرقوها من تل أبيب، هذا قبل ما 47 يعني هذا بتوعهاش، انت بتوعها انا لا، هذه لو بس الله لا يبارك الدول العربية مش أكثر ولا أقل، خلص. طيب الأعراب بقوا رح يموتوا بالقدس، سلموا سلموا اليهود، اليهود فيش مؤن، مش قتلوا الكرد بالنضوط؟ نعم. وقتلوا هامرشولد؟ بعدين اجوا لهم بس سووا هدنة عليهم تمرقوا لهم، بعدين نزلوا جد فينا. طيب كان عندكم احزاب بالرمله، تذكر اهم الاحزاب اللي كانت موجوده لغايه 48؟ يعني احزاب ضد مين يعني؟ احزاب يعني حزب كذا، القوى السياسيه، المجاهدين، يعني كيف المجاهدين كيف كانوا يدافعوا عن الرمله؟ لا ما هو كله بالنسبه اللي كانوا يدافعوا عن الرمله كلها اولاد بلد، وفي اغراب مش مساله حزب، بلد تدافع فيها، بس كان بالاول قبل ما يصير هذا الاشي قلت لك الفتوه والنجادي، هذول احزاب بس ما كانتش مبلش الحركه مع اليهود، كانوا لهم مقرات، لهم مقرات، هذول احزاب نوادي الفتوه والنجادي، كانوا يدربوا الناس على الأسلحة، لا على أسلحة حكي هيك، وجهاد وما جهاد وكذا، وكانوا يعني زي ما تقول يوعوا، يعني زي كأنها تعبئة، خلينا نقول تعبئة بس يا ما سووا عنا مرة بالأخير بس كله فصح حكي. طيب كان في ناس يجوكوا لما تصير، يعني كنت تشو يجي على الرملة ناس لما يصير مشاكل مع المناوشات مع اليهود، يعني من قرى تانية؟ اليهود خشت عدة مرات على الرملة، بسوق الرملة مرة يوم الأربعاء، هذا بيبقى حامي عندنا، وحطت الألغام وسط السوق وفاقع واللحم الطاير على الجدران من فوق. أي سنة هذا الحكي؟ قبل ما نطلع بسنة، قبل 48 سنة، يعني بال 47 بال 48 بال 47 زي ما بيسووا هدولي، سوت أفظع اليهود، حطت بوسط السوق الأربعة بتذكر، حطت متفجرات بوسط السوق قلبي عربة العروطة،
واللحم طلع راح فيها كثير عندنا بالرملة وسط السوق يوم الأربعاء. نعم. بعدين كمان جنب مدرسة المعارف حطوا كمان مرة وخشوا. حطوا متفجرات جنب مدرسة المعارف. لأنه كانت هي بالبداية وبعدين بالمصفحات كانوا يهجموا وإحنا نعائب فيهم يعني. كان معنا إنجليز، كان معنا بلغارية، كان معنا ألمان أجى من مصر بالبداية هذا قبل ما نطلع، قبل ما تخش الجيوش الرسمية أبدا يعني. انعصر حتى معايا معانا واحد إنجليزي جاك هرب يعني وساحة بس أخذته بعدين بريطانيا. كيف يعني انأسر معك؟ تقول لي انأسر معك، ليش أنت انأسرت؟ إيه؟ انأسرت أنت؟ أنا رحت أسير بالسبعة وأربعين؟ سنة قعدت سنة؟ ليش؟ ليش أخذوني من الجبهة؟ ما بنقول لك هذا بعد ما سقطت الرملة يعني لما سلم أبونا جوليو. نعم. مش هو اللي سلم خلص. ما فيش جيوش ولا في مناضلين ولا ولا ولا, ولا. وكان طخ وما فيش مقاومة. طب شو بدها تسوي العالم؟ مؤنارك اللي بالجوامع وبالكنيسة انجا برا رفعها العالم. لا احنا خلينا نحكي عن حادث اللي انت نأسرت فيه. ما هي هذه اللي بحكي لك. انت وين كنت موجود وليش؟ كنت بالكنيسة. كنت موجود جوا الدير. طيب. انا وامي واختي وعالم هيك ملاني مسلم مسيحي. طيب. فوق الالفين ثلاثة الاف واحد غير اللي بالدور وغير اللي بالجوامع. هذا بالثمانية واربعين بس عند الطلعة. عند الهجرات 48. نعم. طيب اجوا رفعوا العلم دخلت اللي شو اسمه اول الكوماندوس. احنا شفنا احنا بالدير ولا شيء. طيب. تعرف معنا واحد فرد زته مع قنبلة زته فيش يعني مناضلين. اللي ظلوا هم المناضلين طلعوا. كم من واحد واللي كان مناضل بطل مناضل. ما هو الجيش انسحب كله الا ما هو احنا بدير كبير عالي. طلعنا من خش وخشت اول اشي الكوماندوس الاسرائيليين بشكل صحيح. الاسرائيليين يطلب حتى يعني احنا شايفين لا واحد متعور حملوه ضمدوه وجابوه على باب الدير فتحوا باب الدير العالم هيك. انا ساعتها واقف عايز شغله معي. قالوا تخافوش 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 العالم ملاني ما اعتدوا ولا على واحد. صار يقول هذا في هيني خافي. قال له في كتير بالشارع. قالوا من ال 15 لل 45 يطلع ياخذ هويه. انا واحد منهم. انا بديش اطلع بس الي اخو اللي ضلوا هناك متعلم وكانتين مانجر خفت عليه يعني بموت من الجوع. ولك رحت الرعاه الدار قال لا الحقته. طلعنا ناخذ هويه. نعم. من الدير للمغفر ابو كيلو ما فيش على الطريق العام. يعني ماشيينكم ماشيين جنبكم الكوماندوز؟ لا 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 فيش ولا كوماند. طلعنا ورا بعض. لسه بس الكوماندوز خش ضل على باب الدير ولا حكى ثلاثة أربعة أما غير محلات بعرفش قديش. طلعنا ورا بعض باتجاه المغفر؟ على المغفر بدنا ناخذ هويات. طيب واحنا ماشيين في المقبرة تاعتنا نطوا اثنين هرم. قلت له خش تنخش نطلع ايش بدنا نخش نروح على المركز الإدارة. خاف اخوي والله اللي وراي فهد قال لي والله ماني رايح الا انط وانزل على المحس ما يبلد ما رديش اخوي. ضليت لحق اخوي خش خشينا المغفر وسياج عليه وكبير ودنيا شو بدي اقول لك مو اكثر من 7-8 دلومي. نعم. عبرنا شريك عبرنا كمية كبيرة قعدنا العلم الأردني مرفوع على المركز لسه. نزلوا واحد إسرائيل لسه ما خدشتش الأول طخ ودعس عليه. احنا يعني بالحلقة هذه والله يمكن 400-500 أكثر بجوز كلكو ذكور من 15 ذكور ولا في شيء من 15 لعمر قالوا لل 45. نعم. قالوا وين فلان الفلاني؟ قال مش موجود. حكوا واحد معنا واحد من باب التاجي قال لهم تقولوش انا بدي اغير اسمي وسواء مصفح انا بعرفه. قالوا وين داود الاساسي انا بعرفه من بلدي كان طالع تاني سواء مصفحه سواء مصفحه لمين؟ ايه
سواق مصفحة، انت بتقول مصفحة لمين؟ إلنا. مع الجيش؟ لا، لا، ما احنا سوينا مصفحات زي دبابة بالأول وأخذنا منهم. كيف يعني سويتوا مصفحات؟ سيارة كانت كبيرة وصفوها زي مصفحة مشان ضد الرصاص ونهجم عليها فيهم. يعني السيارات تبعتكم كنت سيارات كبيرة أخذنا منهم وسوينا زيهم وصرنا نسوي بالرملة مصفحات الحدادين والدنيا. يعني الحدادين المصفحات تبعتهم اللي كنتوا تحصلوا عليها نخليها لنا ونسوي زيها حديد. تسووا زيها وتستخدموا نستخدمها. طب كيف كنتوا تحصلوا عليها المصفحات هاي اللي كنا الحديد مش عندنا؟ لا لا، ناخذها منهم نقنمها منهم عن الشارع وهي مرات. لا بالهجوم قبل جوك الانجليزي مره جاب تنتين هذا اللي معنا وجوبن والعرب قتلهم وجابه وما يروحش الا هو سكران حتى والكل بيعرف فيه هذا جاك سكوتشي. جاك سكوتش سكوتشي هو اسمه جاك اكل قتل تمام معنا بالاصل مسكين واجي ساعد بالعرب. هذا من الناس اللي راح اسير معنا. لا، من الناس اللي كانوا يجيبوا مصفحات من الاسرائيليين، من اللي كان يهجم على اسرائيل معنا. جريء ولا عربي بجريته. طيب كان وراح اسير بعدين اخذته قبرص. طيب طبعته. نرجع للمغفر وال طلعنا حملونا. اجي يا سيدي العزيز البساط اجت حملونا من المركز وربحت في اشي هرب واشي مرة اخذونا امشي 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 بالصيام ولا مغميات عينتنا ولا حكونا. وقف بتل ابيب يعبي بنزين اجوا بدون يهجموا علينا طردوهم. طبعا اخبار صعب. انتوا اتخذتوا كأنكم اسرى مش هيك؟ اسرى. قبل ما اخذونا بدي افوتك بالحكي قام ضرب فرد الاشارة واحد منهم بدت الجيوش تخش. طيب تسمح لي عمي ناخذ استراحة ونستكمل معك.